صباح الخير وصباح لبنان لكم مشاهدينا. اليوم 10 أذار 2016، لما الكبار يغيبوا ذكراهم بتبقى كبيرة وبيتركوا فراغ ما حدا بيقدر يعبي حتى لو صاروا 12 سنة. هيهات لأيامك وأغنياتك وفنك لما كانوا حبايبنا حوالينا، وكان إيماننا كبير أنه راجع يتعمر لبنان، بس ما كنت عارف قبل غيابك لما سهرنا وما نمنا بلدي يا دياري لنا. هالبلد صار مثل ندى النسايم، وما كنا عارفين انه لما يتجرح بلدنا منلمه لو كنا قلال ومنحط ايدينا بايد بعضنا. هالبلد اللي عم يشتاق لعاشقة الوردي، ساعدوني لحتى نقيل احلى زهرة نرفعها سوا لذكرى رحيلك، لذكرى الفن الاصيل يلي لما غبتوا كتير يا حبايب اشتقنا على لبنان، اشتقنا على لبنان الفن، على لبنان الأصالة، على لبنان الفن الحقيقي، اشتقنا على لبنان زكي نصيف. 12 سنة مروا على رحيل عملاق فن لبناني فقدوا الفن بلبنان والعالم العربي، تحية لروحه ودائما بالبال وبالذكرى زكي نصيف. مشاهدينا صباح الخير لألكن، على أمل أنه أنتم كمان اليوم مثل ما ذكرى زكي نصيف بقيت راسخة، انتو كمان فيكن تعملوا من حياتكن ذكرى عظيمة وذكرى حلوة، وكل واحد في يعمل فرق بين الأشخاص يلي عم يشتغل معهم، بالأشخاص يلي محيطين فيه بعمله بعيلته بعلاقاته، وين ما كان فينا نعمل هالفرق، وكل واحد منا قادر يعمل فرق ولو حتى كتير صغير. اليوم اشتغلوا على هيدا الموضوع، صباح لبنان بحلقة جديدة، ولو حتى عم نقدر نعمل فرق كتير صغير يضيف لنا ولكم. تابعونا لمدة ساعتين ونص من الوقت يوميا حتى نكون عم نترافق سوا بموضوعات متنوعة تكون عم تسرينا، عم بتضيف لنا وبنفس الوقت عم بتخلينا نستمتع بهالمجلة الصباحية. أنا اليوم بدي أخبركم خبرية كمان أنه نهار السبت رح نكون بحلقة خاصة، مثل ما عودناكم بالفترة الأخيرة عم نكون بحلقات خاصة من خارج الاستوديو. هالمرة وجهتنا على مدينة إليسار، مدينة الحرف، على جبيل، لحتى نكون بحلقة خاصة ابتداء من الساعة 10 الصبح لمدة ساعتين ونص من الوقت هيدا السبت، يعني بصادف 12 أذار 2016، فكونوا على الموعد. إنما اليوم بدعيكم تنضموا لنا بهيدي الحلقة، أكيد مش لحالي، مع أحلى زميلة رنا. صباح الخير. صباح الخير شادي، شو أخبارك؟ طبعا أنت ماشي الحال؟ شو المقدمة الحلوة، فعلا يعني اختصرت أجمل أغاني زكي نصيف بطريقة فعلا بتعطيه حق المجد الكبير اللي هو عطاه للبنان. فكمان أنا بدوري بدي يعني وجه تحية لروحه، أكيد دايما بيبقى بالبال زكي نصيف وأغاني ما بتموت أبدا، دائما الكبار ما بيتكرروا ما بيتكرروا. شادي مثل العادة اليوم مثل ما ذكرت أنه فقراتنا بتكون منوعة، والبداية مشاهدينا مع مارسلينو، من بعدها بنرجع بننتقل عند فريدي اللي اليوم كمان رح يخصص فقرته الموسيقية للفنان الكبير زكي نصيف. صباح الخير فريدي. صباح الخير أنا، صباح الخير شادي. بونجور فريدي، كيفكم؟ تمام شادي. أول شيء بدي أشكرك على المقدمة الحلوة عن جد، لأنه زكي نصيف هيدا أنا ما إلي يدية فيها، هيدا أغاني زكي نصيف اللي عملوا الخبرية والحكاية كلها. لا عن جد شافوه ميرسي، يعني زكي نصيف مينيموم بنعمل له أوماج تريبيوت لذكرى وفاته، مش انه شيء بتوين براكتس انه من ضيعته، يعني ما فيني ما اذكر مشغره هالضيعه اللي حملته لزكي نصيف اللي طلع منها كثير قصص رح نحكي عنه اكثر بسيء الحلقه. هو على كل حال امر مشغره اللي غنته فيروز، هذا هو الامر. أيوة والله. يلي غاب عنا واليوم عم نتذكره ورح نتذكره معك فريدي. الله لا ناطرينك لكن فريدي. مشاهدينا بعد فريدي رح ينضموا لزميلي شادي ضمن فقره اجندا غادة خشاب وليلى ابي نادر ليحكوا عن الاسبوع الفرنكوفوني، من بعدها بيرجع بينضم الى السيد ناجي الصادق رئيس نادي فينيقيا لاجبيل عفوا لنحكي عن عيد الابجديه، من بعدها مثل العاده تعودتوا مشاهدينا تنضم لكم مايا نحول وراح يكون مع زميلنا جو، والفقره الاخيره مع ساره كيروز ضمن فقره ريلوكينج، البدايه مع مارسلينو. ثانك يو مارسلينو، ناطرينك الاسبوع المقبل مثل العاده. اما هلا مشاهدينا فرح ننتقل الى الفقره الموسيقيه لعند فريدي عبودي. موسيقى
مهما يتجرح بلدنا منلم ولو كنا قلال قلال، ولكن ما تعودنا نبكي نندب على الاطلال. من اجمل ما غنى ما لحن الراحل زكي نصيف، الانسان العبقري الموسيقي فظيع فظيع عن جد. زكي نصيف من ضيعتي من بلدتي مشغره، زكي نصيف بمرور بمناسبه مرور 12 سنه على وفاته، هالانسان الخالد ما فينا ما نذكره، ما فينا ما نعمل له اوماج، ما فينا ما نعمل له تريبيوت لهالانسان. انا بدي اشكر بدوري اكيب صباح لبنان عن جد اللي اشتغل وتعب كثير على هالحلقه، ارشيف تليبون ميرسي لكل حدا اشتغل عليها الحلقه. ما فينا ما نحكي عنه لزكي نصيف الراحل من مواليد 4 تموز 1918، توفى ب 11 اذار 2004 يعني 12 سنه على وفاته. زكي نصيف بلش يغني من عمر كثير صغير، هو كان من الاوائل يلي بلش الملحن، اوائل ملحنين الموسيقى بالراديو اوريون بالاربعينات وبالخمسينات، يعني هو اللي ساهم حتى بدعم الماتريال مع الراحلين كمان في الموهبه مع عاصي رحباني والكبار كلهم مع زكي نصيف. هالانسان الرائع ما راح طول عليكم، خلينا نبلش باول غنيه زكي نصيف اشتقنا لك. اشتقنا كثير يا حبايب نمشي غروبنا سوا، مهما يصير يا حبايب تبقى قلوبنا سوا. مهما يطول النوى هو كبير يا حبايب رحلتنا سوا. اشتقنا كثير يا حبايب زكي نصيف، حتى هيدا كله بدي اشكر عن جد ارشيف تليبون، هيدا مصور كله اكسكلوزيف تليبون، حتى باين كمان الراحل من مشغله من ضيعه رياض شراره، يعني الله يرحمهم عباقره عن جد. زكي نصيف ما فينا ما نذكره نعمل له حلقه. زكي نصيف غنى الوطن، غنى الحب، حتى لحن لكثير ملحنين كبار اهمهم السيده فيروز وقت عمل الالبوم فيروز تغني زكي نصيف اغاني من الاندلس، اغاني رائعه حتى من كتابه جبران خليل جبران الى امي، يعني رائع.
رح نطول عليكم كتير بالاغاني لانه ما فينا ما نمرق لهم كتير اغاني. خلينا نسمع تاني غنيه هلا برجع بشوفكم. نصيف تعلم الغنى كان تشجعه كتير والدته رشيد ابراهيم هي اللي علمته وساعدته يغني وينطلق بالشغل، حتى كان ايفن يدق على العود يدق على الفلوت يدق بيانو يدق تشيلو. انسان رائع. تعلم الموسيقى بالانستيتوت اوف ميوزك بالاي يو بي وتخرج منها بروفيسور. صراحه انا برايي بروفيسور زكي نصيف من عباقره الملحنين بلبنان. عم نعمل له اوماج اليوم عن جد. انا بطلع هلا بالكليب اللي مرق يعني تليبون عن جد كي لا با دو نوستالجي لا با دو فوتور، يعني ارشيف تليبون عن جد ذهب. ميرسي لكل واحد ساهم عن جد. انا بدي اشكر بهالشغله عن جد، بدي اشكر البرودكشن عندنا بالتليبون، بدي اشكر سينتا الاسود، بدي اشكر بيل حداد، دد عبد النور، كل اللي ساهموا عن جد بمساعدتي بالكليبات اللي شلوهم من الارشيف مسحوا عنهم الغبره ونزلوهم. خلينا نسمع ثالث غنيه وهلا برجع بشوفكم. احبابنا طلوا نسم يا هوا بلادي، بين ربوعنا حلوا ضحكة زهرات الوادي، بالفيات غنينا عالمية تتلاقينا، وعالاغصاننا حلوا انسانا الطير الشام، نحن حكايات بيبان منا نغمات موال، نحن حكايات بيبان منا نغمات موال، جبالنا السمرة ظل الفجر حكينا، بين مروجنا القمرة طار الورد نادينا، والأطيار عمينا تروي كبار دروب العين، فوق جبالنا السمرة ظل الفجر حكينا، نحنا بنبعيد نحكيم عن حب جديد نحكيم، نحنا بنبعيد نحكيم عن حب جديد نحكيم، عالسمر الغيم نومين من حمر العين يبتين، عالسمر الغيم نومين من حمر العين يبتين. كل تلاميذ الايوبي كان بالايوبي زكي نصيف كان دائما الايبوك وقت الحرب كان كله عنده ميول سياسيه وكان كثير متعمق بالقصص، مش هيك كتب كثير اغاني عن السياسه عن الوطن، حتى ايفن كان يسموه انسكلوبيديا بالموسيقى البيزنطيه والسيرياليه. زكي نصيف كان رائع، لحن لكبار العظماء منهم المرحوم وديع الصافي، لحن لسميرة توفيق، لجوزيف عزار، لكثير كثير ملحنين، حتى يعني حتى كان انفولفد بالايوبي وقتها كانوا مع جروب بالاصحاب، كان انفولفد انه
كان كثير متعمق بهالقصص الثوريه وكتب كثير اغاني، بس ما لحقنا نقدر نجيبهم كلهم عن جد. هذه كلنا اشتغلناها الجمعه، في كثير اغاني حتى اذا انتبهتوا لهم ما عندهم فيديو كليبس، حطينا صور لهم، بس كمان مهم تسمع الصوت تتذكر زكي نصيف. خلينا نشوف دبكه مع فرقه الانوار لزكي نصيف. يا ويلي يا ويلي يا يا ويلي يا يا ويلي يا يا ويلي يا عن جد حلوين، عن جد مش معقول يعني، هو اللي ذهب عنا يوم نحن بالتلفزيون. دبكه مع ملحن زكي نصيف مع فرقه الانوار، شيء رائع جدا. ما ننسى اكيد زكي نصيف كمان كان له بصمه بمهرجان بعلبك سنه 1970 و1974، شيء رائع. رح ننهي الحلقه بالغنيه اللي كثير اشتهرت، كثير شهرته كلهم شهروهم، بس انه هالغنيه اللي كنا بنحبها كنا قريبه على قلبنا، غنيه رجعت عمرو ابنها. بس قبل انا عن جد بدي اشكر كل حدا بدي ارجع اقولها اشتغل، كمان بدي اشكر لصديقتي غادة برشان من مشغره اللي هي امبارح ساعدتنا انه تنشر الحلقه، اللي تقول للعالم انه حضروا الحلقه اليوم اوماج لزكي نصيف. خلينا نشوف رجعت عمرو لبنان، هلا برجع بشوفكم. أوركستر الفيلارمونيك لبناز راجع يتعمر راجع لبنان، بيس كتير حلوة عن جد. أنا حالتي اليوم انتهت، هذا كان أوماج للكبير الراحل العظيم بمناسبة مرور 12 سنة على وفاته زكي نصيف. بنقول لك اشتقنا لك، يا ريت بيجوا اثنين، واحد بس بدنا واحد مثلك، بس صعب كتير لقمة زكي نصيف. أنا من هذا الوقت بشوفكم الحلقة جمعة الجاي، تشاو.
ثانكيو لك فريدي دايما على الفقرة المميزة فقرة ميوزك. بكل أحوال زكي نصيف من الأسماء اللي ما بتموت، يعني لما نذكر زكي نصيف نتذكر الأغنية اللبنانية الكاملة المتكاملة، نتذكر لما كان اللحن يجتمع مع الكلمة، وهو ما فينا ننسى من أجمل الأعمال اللي أداها زكي نصيف يا راجع على ضيعتنا ليونس الإبن الله يرحمهم اثنيناتهم أعمدة من الأغنية اللبنانية. نحن وياكم بنتابع صباح لبنان بكل الفقرات المقررة لليوم مثل ما بتتعودوا دايما، مجموعة من التقارير الخاصة بالبرنامج من خلالها منضوي على مختلف الأحداث على تنوعها واختلافها طبعا على الساحة اللبنانية. نحن وياكم لليوم رح نروح للإذاعة اللبنانية، هذه الإذاعة اللي بلشت من جديد ترجع تاخد حيز أكثر واهتمام أكثر عند كل الناس. رح نتابع حفل تكريم لرائدة من لبنان لمناضلة قضت حياتها عم تعطي الحياة الاجتماعية وفعلا عم تكون مناضلة قوية جدا بمجال حقوق المرأة بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام. ليندا مطر من السيدات اللي بصموا بعالم النضال بلبنان على كافة الصعد، كان قانونيا اجتماعيا أو حتى أيضا سياسيا. إذاعة لبنانية قررت بيوم المرأة العالمي تكرمها وتخصها بحلقة خاصة، وطبعا من بعد الحلقة اللي ظهرت مباشرة على الهواء تم تكريمها من خلال مدير عام وزارة الإعلام دكتور حسان فلحة اللي سلمها درع تكريمي للمناسبة. بكل التفاصيل بتقريرنا وعودة لنتابع نحن وياكم صباح لبنان، خليكم معنا. إذاعة لبنان اليوم اختارت تكرم المناضلة ليندا مطر بعد 80 سنة من النضال. حقيقة آن الأوان أنه إذاعة لبنان تقلها كلمة عربون وفا وتقدير لهالسيدة اللي نضلت خلال 80 سنة من العمر إلى جانب المرأة، إلى جانب المرأة العاملة، إلى جانب المرأة المظلومة، إلى جانب المواطنة الأم والأخت، وقفت إلى جانب المرأة وحققت الكثير. والحلو فيها أنه بعدها عم تحلم اليوم أنه تحقق أكثر، فنحن بدورنا يعني توقفنا عند هالسيدة اللي قادرة تحلم اليوم وقلنا لها نحن كمان بدنا نحلم معك ونقول أنه قادرين نحقق المزيد بإذاعة لبنان بجهود الموجودين وبجهود المرأة يلي وقف إلى جانبنا ونحن واقفين إلى جانبها. نحن اليوم بوزارة الإعلام وبالإذاعة اللبنانية عم بتم تكريم السيدة ليندا مطر يلي أعطت كتير للمرأة وجاهدت وكافحت سبيل الحصول على حقوق هالمرأة. هيدي لفتة كتير حلوة، بهني عليها مدير الإذاعة ومدير البرامج أصحاب الفكرة، لأنه تتكرم سيدة رائدة ومناضلة مثل ليندا مطر بإذاعة لبنان هذا فخر للمرأة. اليوم نحن تم تكريم السيدة ليندا مطر لعطاءاتها طويلة بمعركة تحقيق المرأة لشروط العيش اللائق والشروط الاجتماعية والثقافية والتعليمية والتربوية والسياسية والحزبية. هذا اليوم السيدة هي تمثل نموذج لمقدرة المرأة على تغيير المجتمع وتطوير المجتمع وتنمية المجتمع. كان لها عطاءات كبيرة السيدة ليندا مطر، وارتأت الإذاعة اللبنانية وارتأت وزارة الإعلام أن يتم تكريمها في هذا اليوم. هذا التكريم هو لسيدة رشحتها وزيرة ماري كلير لأن تكون واحدة من 100 شخصية، 100 امرأة يحركنا العالم، وهذا أمر جدير أن نتكرم به في لبنان ونتكرم به الإعلام والإذاعة والتلفزيون. وآمل إن شاء الله أن تأخذ المرأة الدور الأكبر إن كان على مستوى السياسي، على المستوى الحزبي، على المستوى الاجتماعي، أن يتم إنصاف المرأة في كثير من الأمور ولا سيما بإعطاء الحقوق الجنسية لزوج هذا كان من غير لبناني، وهذا أمر كثير أساسي وجوهري. وأيضا أن نرتقي بالمرأة كي نرتقي بأنفسنا، لا ارتقاء لأي مجتمع دون أن تكون المرأة متمتعة بشروطها اللائقة وحقوقها المطلوبة. النضال مرافق لي من زمان، وشيء النضال على كل الجبهات، لأن الظروف اللي عشتها ظروف كانت صعبة وعلمتني أني أتقبل كل شيء وجرب أني واجه كل شيء. هذا ساعدني لهلا، يعني أنا عايشة فترة طويلة بمواجهة بكل القضايا، هلا الحمد لله عبيخد النتيجة محبة الناس واحترامهم إلي، وهذه شغلة بتعزيني وتعطيني قوة أكثر. We'll be right back.
مشاهدينا بنرجع لمتابعة صباح لبنان، برحب بكل الأشخاص اللي هلا انضموا لصبحيتنا، ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر السوشيال ميديا صباح لبنان على تويتر وانستغرام وكمان على فيسبوك، لايك ذا بيج ودايما كونوا على تواصل نحن وياكم. حلقة غنية بموضوعاتها بعد شوي، مايا نحول بفقرة نيوتريشن رح تنضم لنا مع تيبس لحتى ناكل هيلثي ويامي، فتابعونا. كمان ناجي صادق رئيس نادي فينيق يا جبال رح ينضم لزميل تيرانا لحتى يحكي معه. بختام الحلقه مثل ما دائما صرتوا تتواصلوا مع ساره كيروز لفقره ريلوكينج، اكيد شخص جديد اليوم رح يكون عنده حظ انه يعمل ريلوكينج مع ساره كيروز، منتابع ريبورت من خارج الاستوديو. انما هلا لبنان يلي دائما معروف بتنوع لغات فيه وثقافات، الفرنكوفونيه هي اساس عنا وعلى كل حال هي بثقافتنا، لانه نحن بنستعمل اللغه الفرنسيه وكانها عربيه، يعني نحن بنقول لكم بونجور بس بالنسبه لنا مرحبا عم نحكي عربي. هيدا اهميه لبنان بتنوعه وغناه، وهيدا الثروه الفكريه والثقافيه. باسبوع الفرنكوفونيه مدرسه الحكمه برازيليا مثل كل سنه ولسنه رابعه على توالي عندها حصه بالاحتفال على طريقتها. لسنة رابعة على توالي بتنظم مدرسة الحكمة ببرازيليا قسم اللغة الفرنسية الأسبوع الثقافي الفرنكوفوني برعاية مطران بيروت المطران بولس مطر وبتعاون مع السفارة الفرنسية، ولمناسبة شهر الفرنكوفوني اللي بيصادف بشهر أدار من كل عام. لحتى نحكي أكثر عن هالاحتفال عن مضمونه الثقافي للطلاب ولكل المشاركين بصرنا نستضيف بالاستوديو السيدة غادة خشان رئيسة قسم اللغة الفرنسية بمدرسة الحكمة برازيليا. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك معنا. يا هلا. كمان بصرني استضيف ليلى ابي نادر مسؤوله عن المكتبه بمدرسه الحكمه برازيليا. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. وبصرنا انه نكون عم نحكي اليوم عن هالاسبوع، رح انطلق غدا معك لحتى نحكي عن السنه الرابعه على توالي، يعني هذه الاديسيون لا كاسيام اديسيون لهالحفل، خلينا نقوله لهالحدث يلي عم بيصير. شو الجديد يلي السنه اضفتوه على احتفالكم بالفرنكوفونية؟ صحيح، هو كل من سنة لسنة التحدي بيكون انه نزيد شيء، وإلا ما بيكون عملنا حقيقة شيء جديد. صحيح. بقى السنة حاولنا أول شيء نشمل كل التلاميذ، كل الصفوف من الصفوف الحضانة للصفوف الثانوية. نعم. كل التلاميذ حاولنا لكل صف نخلق نشاط معين حتى يحسوا حالهم كل التلاميذ انه هن معنيين بهالأسبوع. وزدنا نهار السبت كمان نشاط موجه للحركات الكشفية بالمدرسة يلي كمان رح تشارك نهار السبت، وللأهل وللأساتذة عملنا لهم حضرنا لهم نشاط نهار السبت كمان إضافة. يعني زدنا نهار السنة وزدنا نشاطات لكل الصفوف ولكل الحركات الموجوده بالمدرسه، كل المابر تبع لحتى يحس، يعني كل الاشخاص حسوا حالهم معنيين. على الحال عم نتشارك مع المشاهدين ببعض اللقطات والمقتطفات من الاحتفالات اللي صارت بالسنوات السابقه. كمان هون عم نشوف صغار مثل ما ذكرت انه صغار والكبار معنيين بهالاسبوع. ليلى، الاحتفال ايمتى رح يبدا؟ الاسبوع ايمتى بينطلق معكم؟ رح نحكي عن قسم المكتبه اللي كمان رح يكون حافل بالميزون ديديسيون بكل أشخاص وبالغنى الفكري اللي رح يكون موجود من خلال الكتب المشاركة. الأسبوع الفرنكوفوني ببلش لسمان دي 14 و 19، لأنه زدنا نهار مثل ما عم تقول مدام غادة، ببلش ب 14 الشهر. نعم. نخلص ب 19 الشهر. أكيد جاي كل الإكسبوزان هن يا بيكونوا ميزون ديديسيون يا أما عم بيعرضوا كتب لإديتور هن معروفين عندهم. نعم. أو هن عم بيعوا لهم كتبهم. نحن عنا 8 ميزون ديديسيون السنة عم بيشاركوا بالمعرض تبعنا، والولاد هيك بيتعرفوا أكتر. نحن بنحكيهم هيك بالأبسوليو مين الأوتور مين الإديتور، ما كانوا عم بيشوفوا. هلأ لا، السنة رح يختبروا شو يعني أوتور، شو بيعمل، شو شغلته، شو الإديتور، شو بيشتغل. حتى رح يشوفوا إليستراتور كمان رح يشتغلوا معهم، بكل أنيماتور بأتوليه تبعه عن هيدا، هيك بيشوفوا كل شيء عن قريب. إنه مش كل شيء عم نحكي عنه بالبيبليوتك بس عم ننزل على البسدي، إنه مش عم نشوف شيء وعم نحكي عنه مظبوط شو عم نشوف. صحيح. وشو عم يعني نحكي. عادة حتى بتذكر أنا من أيام المدرسة بس ننزل على البيبليوتك يعني
معبد بودة ما فينا نحكي، بدنا نكون عم نركز. اليوم انتو عم تكسروا هالقاعدة من ناحية اثراء الطالب لحتى يكون عم يختبر هالصمت اللي عم يعيشه لما ياخد كتاب، والسحر يلي بده يكتشفه من خلاله يكون عم يعرف ليه. رح احكي معك اكتر بالتفصيل عن مين دور النشر او الميزون ديديسيون يلي مشاركين معكم كمان، ولكن غدا بانطلاقة هالاسبوع اذا بدي احكي شوي عن نشاطات يوم بيومه، يعني كيف رح يكون الافتتاح وكل نهار شو المضمون يلي رح تقدموه؟ نحن الاسبوع هو من 14 ل 19 أدار. نهار الافتتاح هو 14 أدار، عندنا سيريموني الانوغوراسيون الساعة 6:30 عشية برعاية سيادة المطران مثل ما ذكرت، وبحضور ممثل عن السفارة الفرنسية. عندنا بهالانوغوراسيون يعني من نحاول نضوي على كل شيء رح يصير بهالجمعة. عنا رح يكون تلميذ عم بيعملوا قراءات مستوحاة من التام اللي نحن اخترناه للسنة الدراسية. التام نحن اخترناه السنة كتير مميز لأنه هو découvrir et vivre la différence، يعني نكتشف ونعيش الاختلاف حتى ما يصير في خلاف، لأنه إذا اكتشفنا الآخر باختلافاته نفهمه نقدر نتحاور نحن وياه ومنوصل نشوف أنه بيغنينا وبيعطينا. إذا تعملوها للسياسيين يا ريت بيجوا وبيحضروا، ويا ريت نحن منرجع أولاد حقيقة نكتشف قديش الولد عنده بعد هالبراءة وبيشوف أنه الاختلاف مش بخوف، بالعكس شيء بيقربني من التاني لأنه بصير أعرف بشو هو مغير عني. بقى القراءات مستوحاة من هالتام، القراءات رح تكون لكتاب لبنانيين فرانكوفون يعني كتبوا باللغة الفرنسية، كتاب حديثين شريف مجدلاني، لور عقل، فيليب أند لافت، وكتاب أفريقيين لأنه كمان الليتراتور أفريكان فرانكوفون هي ليتراتور كتير حاضرة كمان، حتى كمان نشوف انه نحن هالآخر يلي لونه غير لوننا وحضارته غير حضارتنا بس منتشارك نحن وياه لغة. واهم شيء لانه هو اذا بنقرأ ومنطلع على الفرانكوفوني هي اهم شيء بدها تعطي اون كوميونيكاسيون دو فالور، يعني سي لا لونغ دي فالور لو فرانسي. بقى مشان هيك القيم هي ذاتها، القيم وين ما كنا وباي بلد كنا وين ما كنا عايشين القيم ما بتتغير. مزبوط. القيم بتجمع. بقى عنا هالقراءات، عنا كمان بدهم يغنوا تلاميذ، بدهم يرقصوا، وعنا بالأخير منختتم بمش مسرحية يعني سنات مستوحاة من الكاتب من البياس تبع جان أنوي لا سوفاج، يلي هي لا سوفاج لا ديفيرونت، بس ان رياليتي هالسوفاج هي كل واحد فينا. بقى هيدا رح يكون نهار هذا نهار الافتتاح. رح ارجع احكي معك بالتفصيل عن البرنامج لبقية الاسبوع. ليلى هالتنوع يلي بنشوفه باللغة الفرنسية يعني سي لا لونغ دو بودلير ودو فولتير، ومعودين يعني عشق يلي يعني نيالو يلي بيعرف يفصل اللغة الفرنسية، واليوم صرنا بعصر القراءة بحد ذاتها يعني بحيلا لغة كانت مش بس باللغة الفرنسية اللي هي تعتبر صعبة نسبة للغة الإنجليزية اللي صارت لغة سهلة ومشتاحة المجتمع أكثر، وتعتبر اللغة الفرنسية لغة سالونات اليوم لونغ دو سالون. اليوم قدي طالب يلي بينزل على البسادة على البيبيوتيك بعد عنده رغبة وبعد هالليتراتور يلي أوقات بحسها صعبة، والتناقض يلي عم نحكيه كمان مع الكتاب المعاصرين، يعني اليوم قدي طالب عم يبحث عن شيء قريب لقاله لحتى تحافظوا له كمان على هالحضارة الفرنسية وعلى اللغة الفرنسية. يعني شوي عم بتكون صعبة لأنه الولد صار كتير عم بيروح على الرقمي على الديجيتال إذا بدك ويحضر، بس نحن عم نجرب قد ما فينا نخليهم يرغبوا الليكتور. إذا مثلا إجوا شي نهار على البسدي ما بعرف عم بكتشفها هلأ هيدي رسمه، إذا قلت لهم أجودوي أنفا بان أمبرنتي أليفر بيزعلوا، ممكن يخدوه ويحط يعني في منهم عم بيقروا ما بقدر أظلم الكل، في منهم عم بيقروا منهم حرام بحاولوا، بس إحنا قد ما فينا عم نجرب نوصل الرسالة إنه الكتاب بعده أهم من غير شيء عم نستعمله، يعني أهم من من الأورديناتور، أهم من التلفاز. أكيد العالم عم بيتقدم بس الكتاب انا بالنسبه لي الكتاب بضله بعده الباز لانه لا كله بدك تقرا، واذا انت ما بتقرا
ما بتقدر توصل تستعملها وديك الاشياء. ليلى الميزون ديديسيون المشاركين قلت في 8 دور نشر ما رح نذكرهم كلهم ما رح نذكرهم لما نفوت بالتفاصيل. اختيار الكتب بحسب الاعمار بحسب التوجهات وكمان كيف اخترتون كمان ليراعوا التام يلي ذكرته من شوي غادة. يعني الكتب نحن اجبنا بنقول لهم لانه سي لا ليكتور يعني شو ما قري الولد بيقرا. انا اوقات بحمل كتب للصغار وبقراها دونك ما كتير اصرينا على بس انه اصرينا يكونوا لاعمار تلاميذنا لانه حتى السنه الجاردوري تشارك وبعزمنا اهالي تلاميذ الجاردوري انه طلبنا منهم يكون في كتب لاولاد كتير صغار تيقدروا يتعودوا يقروا لان اذا نحن ما عودنا الاولاد يقروا من هن وصغار ما راح يوصلوا دوبون ليكتور هن وكبار. صحيح. يعني من هيك انه جربنا يشملوا اون فارييتي دو ليفر اون فارييتي دو سوجي اذا بدك تيقدر الواحد يمرق وينقي. انا بقول له للتلاميذ ما تمرقوا وتنقوا الكتاب حيلا ما تعملوا شوا هيك مرقوا فات لو تور ديز اكسبوزون طلعوا شو في كتب شو ممكن انتم تحبوا تقروا بعدين نقوا. يعني ما نشتري هيك لانه اشترينا يعني في امكانيه انهم يشتروا كمان مش بس يعني ايفون با امبرونتي يعني مش هي بالاكسبوزيسيون. في شراء بالاكسبوزيسيون الاكسبوزيسيون رح تكون كل يوم طيله هالاسبوع من اي ساعه لاي ساعه؟ كل يوم من الساعه 8 منبلش للساعه 2 تقريبا حسب بروجرام معين محطوط لكل صف بدو يمرق مع معلمته بدهم يعملوا لتور ديز اكسبوزون وبدهم ينقوا. نحن رح نكون موجودين كمان تنساعدهم بالشوا تبعهم لانه صغار يعني وعزمنا اهلهم لانه لما يكونوا الاهل مع الاولاد عم بنقوا كتب سي ديفيرون. يعني الولد بيقدر يتعاطى مع امه وبيه غير ما يتعاطى معي او مع حيلا ما موجود هونيك. غدا هالنشاط بيشمل بس طلاب الحكمة برازيليا أو فيهم يجيبوا يمكن أصحابهم من خارج المدرسة أو كيف المشاركة بدها تصير؟ نحن طموحنا أنه نقدر نعزم غير مدارس يزوروا المعرض بس بتعرف خمس أيام ونحن اسم الله المدرسة كبيرة وفيها صفوف كتير نحن 1680 تلميذ بقى بالوقت الحاضر ليشوفوا المعرض ما عم نقدر نعزم غير تلميذ. نعم. بس عنا السنة كنا عم نحكي انه شو في شيء جديد عنا السنة بروجي هيدي بسموها اكسون بيداغوجيك بيلوت يعني نبلش السنة بالتعاون مع السفارة الفرنسية مع الكونسيي دولات يلي هي اسمها بيبليوتيك نوماد يعني هالمكتبة النقالة كل مدرسة مع مجموعة تلاميذ عم بتحاول تعمل مكتبة لهالتلاميذ يعني تلاميذ بصف معين بعمر معين مجموعة تلاميذ منجيب كتب ومنتبادلهم منحكي عنهم منقرأ شوي منهم منخبر عنهم. بقى رح يكون نهار الجمعة عنا حلقة حوار مع هيام يارد اللي هي كاتبة لبنانية فرانكوفونية مع تلاميذ من مدرستنا وتلاميذ من كل المدارس يلي مشاركين بهالبيبليوتيك هيدي نهار الجمعة نوماد. هيدي الجمعة بعد الظهر ما بتقدر تصير بدوام المدرسة لأنه تلاميذ بغير مدرسة هن تلاميذ بالنهار. بقى رح يجوا بعد الظهر حتى يلتقوا بهالكاتبة يلي هي كتبها موجودين ضمن هالكتب المتوفرين بإيديهم بين التلاميذ. بقى بيتحاوروا هن وياها وبيتحاوروا مع بعضهم حتى يشوفوا كمان لان بعدنا عم نحكي بالاختلاف حتى يشوفوا من مدرسه لتانية كيف نحن قدرنا نشوف ذات الاشياء او شو شفت انا وغيري ما شاف. كمان هيدا رح يصير تبادل تقول انه صار بين مدرسه ومدرسه. اكيد. واذا بدي احكي عن نهار الاضافه يلي انضاف السنه نهار السبت ب 19 شهر وهو ختام هالاسبوع الفرانكوفوني شو الجديد هيدا كمان رح يكون في دو فولي. اول شيء مع الحركات الكشفيه رح نعمل نهار طويل في العاب في مسابقات ثقافيه روحيه رياضيه من كل الانواع وبيرجعوا باخر النهار اكيد في احتفال صغير حتى وفي الاهل معزومين بالتعاون مع جامعة الحكمة. السنة كمان عملنا تعاون مع جامعة الحكمة رح يكون في نشاط موجه للأهل وللأساتذة يلي هو بما أنه من شوي قلت أنه الفرنسي سي لا لانغ دي سالون رح نحاول نعمل إنيسياسيون صغيرة مع بالتعاون مع كلية الإيكول أوتوليير فاكولتي دي سيونس أوتوليير كيف معقول نحط طاولة حلوة لاردو دريسي اون تابل. وبما أنه الفرنسا يعني نبيت بقى رح نعمل كمان سيونس ديغوستاسيون دو فان يعني الغاسترونومي فرانسيز بتفوق على كل
تمشي تاني. يعني منكون هيك كمان حاولنا نضيف طابع جديد على الأسبوع، لأنه الثقافة هي كل هيدولك. أكيد هي ثقافة من كل أطرافها. على كل حال، ما أنا بس كتاب، إنما هي اختبار وعيش بحد ذاته. أنا بدي أشكر وجودكم معنا، بدي أحملكم سلام لكل الأشخاص اللي كمان عم يتعبوا وعم بيحضروا بالمدرسة. بعرف أدي مسؤولية، وأدي اليوم صرنا بلبنان بحاجة أنه نربي جيل نسلمه هالوطن لحتى يكمل فيه بطريقة سليمة. وبدي أعيدكم كمان بعيد المعلم مبارح، يعطيكم ألف عافية. مسؤولة عن المكتب بمدرسة الحكمة برازيليا ليلى أبي نادر، أهلا وسهلا فيك. وكمان شكرا لوجودك معنا غادة خشان، حضرتك رئيسة قسم اللغة الفرنسية بمدرسة الحكمة برازيليا، أهلا وسهلا فيكم وموفقين. مرسي. يا هلا. مشاهدينا متابعين، نحن وياكم حلقة غنية بموضوعاتها، ومثل ما دايما نعدكم انه نسلط الضوء على كل شيء عم يحصل بالبلد. كمان هالمرة رح نكون مع ريبورتاج، رح ارجع. صباح بالخير جو. صباح الخير. صباح النور شادي، وصباح الخير ايضا لضيوفك اللي كانوا معنا. فعلا الموضوع الغني عن الفرنكوفونيه بكل احوال. خلنا شادي نذكر الناس انه فيهم دائما يتابعونا عبر مختلف السوشيال ميديا، عبر الفيسبوك دائما تابعونا صباح لبنان، وايضا قد صباح لبنان على تويتر. ولكل اللي عبالهم يحضروا الحلقات اللي قطعت اي موضوع لفتكم وعبالكم ترجعوا تتاكدوا منه او تتعرفوا على تفاصيله، ما لكم الا تزوروا www.lelibon.com.lb وتفوتوا على صباح لبنان وتشيكوا على كل الحلقات. نحن وياكم متابعين بإطار برنامجنا لليوم، وأيضا تقرير تاني هيدي المرة رح يخدنا إلى عالم الصحة، وإلى تحديدا إلى مرض الكلية، أمراض اللي بتصيب الكلى عند الناس، وأيضا أمراض الضغط اللي هني مرتبطين بعضهم بطبيعة الأحوال. مؤتمر بيحكي أكثر عن هذا الموضوع برعاية وزير الصحة الأستاذ وائل أبو فاعور. طبعا تم خلال المؤتمر عرض مجموعة من الأحصاءات وعرض مجموعة من الأمور التوعوية لكيف فينا نتعامل مع هذه الأمراض، خاصة لما تصير أمراض مزمنة عند الإنسان. كل التفاصيل بهذا التقرير، ومن بعدها منتابع حواراتنا. خليكم معنا. لما بيسألوني عن اختصاصي وبجاوب عطول بيطلع لي علامة استفهام. مزبوط إنه الولاد كمان بينصابوا بأمراض الكلى؟ نعم، الأطفال معرضين إنه ينصابوا بحيلا وقت من مراحل نموهم لأمراض الكلى، من أول نهار ولغاية 18 سنة. خلال العشرين سنة الماضيين شهدنا ارتفاع كتير ملحوظ من 1-4%، وخصوصا بين المراهقين، وهالشي ترافق تقريبا وتزامن مع الارتفاع المقلق بنسبة البدانة حول العالم عند الأطفال ما دون 18 سنة. نحن هدفنا السنة إنه نخلي الولاد ما ينصحوا، ما يعلى ضغطهم، ما يعلى السكري، خاصة المراهقين، لأنه هالمراهقين يلي عم ينصحوا يعلى ضغطهم يعلى سكري، لما يكبروا رح الكلاوي ينصابوا، وهالشي رح يوصل لغسيل كلى، وهذا اللي شي عم نجرب نتفاديه من عمر صغير. من الناحية العلمية، نحن جمعية العلمية لأمراض الكلاوي والضغط من نقابة الأطباء، عندنا مؤتمر سنوي في بكبار أخصائي العالميين عم يجوا يحاضروا بلبنان، أغلبية حكم الكلاوي عم بيشاركوا بمؤتمرات دولية. نعتبر حالنا من البلدان الأوائل بالشرق الأوسط بهالموضوع، خاصة لبنان كان من البلدان الأوائل اللي بلشوا غسيل الكلى بلبنان، من البلدان الأوائل اللي وزارة الصحة فيه مشكورة اللي غطت 100% شيء اسمه غسيل كلى من سنة السبعينات. هلأ كتوعية، أكيد في حملات توعية عم شارك فيها النقابة الوزارة. نحن أول مشوار رحنا على الوزارة لنقول لهم عنا حملة توعية، كان الجواب بذات الدقيقة، مش بذات النهار، بذات الدقيقة جواب أوكي نحن معكم داعمينكم. بالوقاية طبعا نحن معنيين كوزارة أنه يكون في التسقيف الصحي بيلعب دور، تحسين سلوكيات الناس، تجنب السمنة، يعملوا شوية رياضة، ينتبهوا للكلويون، والاكتشاف المبكر لا الضغط عند الكبار وعند الصغار، عند الأطفال بالذات، واكتشاف المبكر للسكري الكوليسترول، هول بيأثروا مباشرة على الكلى. يعني نحن معتمدين بحملات التوعية على القطاع الأهلي، طبعا الجسم الطبي متمنى أن يكون متحمس بهذا الموضوع، بيلعبوا دورهم بتثقيف الناس وتوعية الناس، والبلديات والجمعيات المختلفة، وسائل الإعلام كذلك،
نحن نعتبرها هي جسر العلاقة يلي بين الكلمة وبين هالناس التوعية والتثقيف. أهم شيء ينتبهوا لضغطهم الأولاد من هن وصغار من عمر 3 سنين لازم يتاخذ الضغط مرة بالسنة، الكبار كمان ياخذوا الضغط، مرضى الضغط والسكري الكبار لازم يتابعوا على طول بفحص كرياتينين بالدم وفحص ألبومين بالبول، وعلى طول نشربوا مي كتير كل العالم، ويتفادوا ياخذوا أدوية بتضر الكلاوي، دايما يسألوا إذا هذا الدواء بضر الكلاوي قبل ما ياخذوه. الأهل بنوصل لهم مساج انتبهوا على الأكل تبع أولادكم، بدكم تطعمون أكل صحي، بدكم تحمسون يعملوا رياضة. الثامن السنة السيمبول تبع الحملة عملوا رياضة. نتوجه أكثر نحو الاكتشاف المبكر بالمدارس على مستوى المدارس للضغط للسكري، تنقدر نكتشف الحالات من بدايتها. صحة الإنسان تبدأ من لحظة وجوده ببطن أمه، ثم الطفولة، ثم مراحل مختلفة وصولا للشيخوخة، وأي خلل بأي مرحلة من هون بينعكس على ما تبقى من حياته. عودة لكم مشاهدينا، يمكن ليل اللي سامعين بعيد الأبجدية، ولكن مش غريب على اللبنانيين أنهم يحتفلوا بعيد الأبجدية، بل الغريب أنهم يتأخروا بالإعلان عنه. وأرضنا هي اللي أنبتت الحرف، وولادة الأبجدية الفينيقية بمدينة جبال كانت بمطلع الألف الثاني قبل الميلاد. سنة 2012 احتفل لبنان بعيد الأبجدية للمرة الأولى بتاريخه، والنائب نعم طلّة أبي نصر هو صاحب اقتراح القانون. فبعد ما أقر مجلس النواب القانون 186 عام 2011، تكرس الثامن من أذار من كل سنة يوم عيد الأبجدية. وهل هي صدفة أنه يتزامن عيد الأبجدية مع عيد يوم المرأة العالمي؟ ليه لا؟ ليه لا؟ والمرأة هي المعلم الأول لأطفالنا قبل قدموس، والعيد بيتزامن أيضاً عشية عيد المعلم، فالتلازم حتمي بين الأبجدية ورسولها. وبمناسبة عيد الأبجدية رح نتعرف اليوم سوا مع السيد ناجي صادق رئيس نادي فينيقيا جبيل عن تحضير مسابقة بالإملاء لكافة مدارس قضاء جبيل وكسروان الخاصة والرسمية. أستاذ ناجي أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. صباح النور. صباح النور. يعني كنا عم نحكي عن نهار الأبجدية أو الاحتفال بالأبجدية، فعلا عن جد تأخرنا كلبنانيين نفتخر بهذا النهار وأنه نحتفل فيه، فعلا نحتفل بالأبجدية والأبجدية طلعت من عنا. هلا مثل ما المثل بيقول ميو فو تاركو جامي، صح. يعني منيح اللي أستاذ نعم طلع من وجه له تحية يلي هو وراء هالمرسوم، إنشاء هالمرسوم سنة 2011 وتعدل بال 2012. الحمد لله مهم عمل عيد للأبجدية. الأبجدية اللي هي كلنا منعرف طلقت من جبال عيام الفينيقية، نعم. بواسطة التجارة الفينيقية وزعوا على كل بلدان العالم، ومن وراها بعتوا السقافة والحرف أكيد والسقافة لكل العالم، نعم. بمناسبة هذا النهار أستاذ ناجي رح يصير في مسابقة بالإملاء، ورح تصير بين المدارس أيضا، خبرنا شوية تفاصيل عن هذه المسابقة بالتحديد. نحن هذه لرابع سنة بنعمل هالاحتفال عيد الأبجدية، تبنيناه كنادي فينيقيا جبيل، كون أول شيء نحن نادي فينيقيا، نعم. أيام الفينيقية وجبيل بلاد الحرف، تبنينا هالمشروع وكل سنة عم نعمل احتفال بهالمناسبة. عملنا مرة رسم ومرتين عملنا مسابقة إنشاء على مدارس جبال. هالسنة حبينا نوسع الفكرة وننطلق شوي صوب جبال كسروان، لأنه نعتبر أنه هن توأمان بالنهاية، نعم. بالنسبة لنا، ونعمل مسابقة إملة. الفكرة طلعت من لجنة اللي مؤلفة مني ومن شباب كلنا بلجنة النادي، طلقت هالفكرة بسابقة إملة ولقيت صدى كتير حلو أنه إملة حلوة تنغير عن الإنشاء، صح. إملة بالعربي، وهيك طلبنا مساعدة الجامعة اللبنانية، فكمان ساعدونا دكاترة من الجامعة رح يحطوا المسابقة وتكون مسابقة إملة لطلاب هالمدارس. نعم. ليه قررت تغيروا بين من الإنشاء للإملة؟ يعني حبيتوا يكون في تنوع، ولا لقيتوا يمكن في صعوبة أكتر بالإنشاء من الإملة؟ لا أبدا، بالعكس، الإنشاء كان عليها كمان أقبال جاي رائع.
يمكن صعوبة بالتصحيح بتكون أكثر. كنا عم ناخذ شوي فترة بس غير إنه الإنشاء أوكي عملنا سنتين تنعمل شيء هيك مميز. والأملة العربي بتعرفي نحن مفكر حالنا ونعرف كتير أشياء بالعربي بس نطلع في كتير أشياء ما بنعرفها بس نطلع في أشياء هيك منغلط فيها. وحلو نضوي على هالأمر كمان تنرجع لسقافتنا وتعليق تربيتنا. نعم بالرغم من أنه حيكون في ثلاث أزازة ثلاث دكاترة كمان موجودين هن اللي حيشرفوا على التصحيح. أيوة مين الأشخاص اللي حيشرفوا على التصحيح؟ نحن تركناهم مكتومين كرمال الشفافية. يعني طلبنا من دكتور رئيس الجامعة اللبنانية أنه هو يسمي لنا ثلاثة هو يختار هو حضر المسابقة وبهالثلاث دكاترة هن رح يكونوا على التصحيح وهيك أحسن كرمال الشفافية والمسابقات كلها رح تكون مسكرة بدون أسامي الأسامي بقلبها مختومة مسكرة وهيك بس يتصحح كل شيء نرجع نفتح ونشوف مين الأول تاني تالت رابع خامس رح يكون في تقريبا 150 تلميذ رح يشاركوا كانت على أساس بين قد أجبيل وكسروين ولكن وزير التربية بوصعب وزع الدعوة لها المسابقة أيضا على المدارس فرح يكون في طلاب من بيروت والشوف وعلي كنتوا متوقعين هلا هي او كتروا فجأة نحن قصدين جبال كسروين وبالتعميم محطوط انه لاسيه ما جبال كسروين بس يمكن في ناس مدارس فهموها انه لانه راحت على كل المدارس صح. وحبوا يشاركوا ما قلنا لا بالعكس لان اهلا وسهلا كم مدرسه يعني ما كترناهم طبعا يقول ناس ليش نحن ايه وغيرنا لا غيرنا لا بقى اهلا وسهلا قلنا طبعا نوقف بوجههم بالعكس حابين يشاركوا اهلا وسهلا نعم على اي اساس تم اختيار التلاميذ؟ وجهنا دعوات لكل المدارس غير التعميم اختاروا. غير التعميم من وزارة التربية نحن دعوة من نادينا إلى هالمدارس الخاصة والرسمية حتى كل مدرسة تودي اسمين تلميذين هن اللي بيلقوا شاطر توزيع سجون بريمير ترمينال نقوا تلميذين بيبعتوا لنا إياه مع إخراج أيده وهيك صبتني شو رح يكونوا جوائز؟ جوائز رح تكون 5 جوائز ملية 4 جوائز ملية 1,750,000 500 ورح يكون في 5 جوائز كتب نعم وكما رح يكون لكل طالب في هدية جاست مشاركة هي كنا يعني USB سيتان جاست يعني للكل نعم شو توجهات رئيس لجنة الأبجدية النائب نعم طلق أبي نصر بالنسبة لهذه المسابقة بالتحديد النائب نعم طلق كان كل سنة حدنا كل سنة حريص حتى عم بيكون معنا شخصيا مش أنه ممثل عنه شخصيا وعم بيدعم هالاحتفال لأنه يمكن هذا الشيء بيعني له أكتر شيء تعرفي كونه هو رئيس هاللجنة وكونه هو وراء المرسوم فتوصيته أكيد أنه تكون بأكتر مشاركة من هيك وسعناها شوي صوب كسروين كمان منطقته زيادة حتى نلاقي أكتر إيجابية نعم حتى كمان رح تكون بحضور مدير عام وزارة التربية الأستاذ فادي يرق أيضا نعم. رح يكون نعم. موجود أستاذ اليوم كمان تم رح يكون في رئيس بلدية صور ورئيس بلدية جبال كمان موجود نعم أكيد بسطنا كلنا أكيد وافتخر لبنان لما تم إعلان مدينة جبال عاصمة السياحة العربية للعام 2016 ومن صيف 2015 ومدينة جبال عم تتحضر من كل النواحي لتكون على مستوى هيدا اللقب المهم والكبير اليوم نادي فينيقيا الرياضي أيضا عنده إنجازات خبرنا شوي أكثر عن النادي بالتحديد وقدي تقريبا هيدا اللقب يعني عطاكم دفع يمكن أو ساعدكم أكثر أنكم تتقدموا بمشاريعكم. تعرفي رانا من خلال جبال عاصمة السياحة العربية 2016 أكيد كل الأنظار توجهت على جبال يعني حتى شو ما نعمل بجبال إنه هذا جبال ونحن أكيد كنادي فينيقيا نادي من سنة 81 مؤسس نادي فينيقيا جبال وهون نوجه كمان تحية للرئيس زياد الحواط يلي هو كان رئيس على النادي انطلق من النادي صار رئيس بلدية جبال ومثل ما الأبجدية والفينيقية وصلوا رسالة الحرف للعالم كمان ري زياد بوسط الأكيب اللي معه أكيد عم بيوصل جبال مش بس لكل لبنان لكل العالم العربي ولكل العالم إذا الله راد ومن هون أخذنا جائزة جبال أفضل مدينة سياحية عربية 2016 وبالأخص رح يكون هالسنة في تقريبا بالـ180 إيفنت هذا الشيء كمان بحمل النادي مسؤولية كتير كبيرة طبيعي نحن مشاركين فيه هذا مثلا أول احتفال وفي عنا دورة صيفية دولية بالفوليبول وفي عنا دورات للناشئين للنشأ كمان هو بيكونوا بالصيفية على ملاعب النادي كله بيصب بهالخانة يلي هي جبال عاصمة السياحة العربية
نعم، شو هي آخر إنجازات النادي وآخر النشاطات اللي رح تقوموا فيها أيضا؟ بصراحة تعرفي النادي هو استمرارية، وكل لجنة إجيت اشتغلت بشيء معين وبنمط معين. في ناس اشتغلوا على الحجر، في ناس على البشر، في ناس اثنين سوا، كلنا عم نكمل الرسالة اللي بلشوا فيها اللي قبلنا واللي بكرة بيكفوها من بعدنا. نحن مهتمين أكيد هلأ من بعد ما أنشأنا النادي عنا أكيد حلم أنه نسكر يصير النادي مقفل. والبروجي الأهم هو عم نشتغل على النشأ. يعني احنا عنا حوالي 70 ولد، 70 ولد بيتعطوا الفوليبول والباسكتبول، وعنا كفوليبول فئات عمرية من الصغار من 5 سنين مبلشين لحديت الفريق الدرجة الأولى. عنا حوالي يعني 7 فرق وغير البنات وغير فرق الباسكتبول. كما وأنه هلأ السهريك السنة بلشنا بأوفرود، الأوفرود كلنا شفناه يمكن على محطة الـLBC كان مباشر، كان إيفنت كتير رائع، وإن شاء الله هالسنة أكيد رح نعمله إذا الله راد. كنا ناويين نعمله على التلج بس للأسف التلج ما ساعدنا. يعني هيدا من ضمن رزنامة نشاطات النادي بال2016 أكيد. وعنا أكيد هلأ خيل عم نشتغل كمان على ملعب للخيل حد النادي ونشارك بالاتحاد. نعم، اليوم أهمية الشباب بالعمل الاجتماعي، وأكيد من النادي كمان في كتير شباب عم يشتغلوا حتى بالبلدية بمدينة جبال بمنطقة جبال، في وجود كتير كبير للشباب على الأرض كمان وعملهم عم بيكون فعال، قدمهم هيدا الموضوع. أكيد كتير مهم، تعرفي الكبار أكيد نحن منوطي راسنا ومننحنيلهم يعطيهم ألف عافية ومنستفيد من خبرتهم، بس انه دائما الحياة الاجتماعية بدها شوية هيك نشاط وشباب اكتر، يمكن تيصير في حافز اكتر للشغل. واللي عم نشوفه هو اكتر برهان هو ببلدية جبال وبالاندية خصوصا نادينا، انه هالشباب عم بيرجع يتفاعل ويعطي اكتر من وقته للعمل الاجتماعي. والحمد لله عم نشتغل، برجع بقلك كان على الرياضة وان كان على الثقافة وكان على الاجتماعيات. ايوه، اليوم بعض النوادي بيعانوا يمكن من شح سحب التمويل، يمكن لانه وزاره الشباب والرياضه ما عندها امكانيات انه تمول. اليوم شو وضع النادي؟ شو الوضع؟ نحن بنوجه تحيه لوزاره الشباب والرياضه اللي عم يوقفوا حدنا، هلا ما فيهم يوقفوا حد كل النوادي وما فيهم يوقفوا ببجي كتير عالي لكل النوادي، بتعرف المتطلبات والمصاريف كتير كبيره. الحمد لله نحن عم نقدر قد ما فينا نشد، كان بسبونسورية الداعمين لنا وإن كان من تمويل الخاص وإن كان من البلدية وإن كان من وزارة الشباب والرياضة، لأنه في مصروف هائل للفرق خصوصا للفرق. يعني احنا طامحين للدرجة الأولى، هلأ صرنا على الدومي فينال بالفوليبول بدرجة تانية. بلبنان عم نحكي ولا في مشاركات خارجية كمان؟ لا محلية. هلأ نحن بعدنا كلبنان، لأن تعرفي كخارجية تعرفي بس في البطل والوصيف أنا اللي بشير. إن شاء الله نوصل لهالمرحلة وعندنا حلم نوصل أكيد للدرجة الأولى إذا الله راد. إن شاء الله سنتي جاي نعمل مقابلة عندك إن شاء الله نقلك وصلنا، وهنيك البتجي الأكبر والأكبر، وأكيد كل اتكالنا على المحبين والمساعدين وأصدقاء النادي. نعم، إذا ما نرجع شوي لموضوع المسابقة الأملة، أنت رح تصير مسابقة الأملة رح تصير نهار السبت 12/3 الساعة 1 الظهر. نعم، مسابقة الأملة تقريبا رح تاخد شي ساعة، من بعدها رح يصالحوا الدكاترة، الساعة 5 رح يكون الاحتفال. دغري النتيجة بتطلع بنفس النهار؟ نعم، الأملة تصليحها أهين من الإنشاء. صح، يمكن مش هيك كنتوا تاخذوا وقت أكثر يمكن تتعلم النتائج. أيوه، الساعة 5 رح يكون الاحتفال وتوزيع الجوائز وأكيد كوكتيل على شرف الموجودين، ورح يكون في كلام كلمة لأستاذنا عبد الله بنصر ولا دكتور فادي يارا ولا رئيس بلدية جبال وأكيد لرئيس النادي حضرته. والسنة المقبلة كمان حيكون كمان بالإملاء ولا من سنة لسنة عم بتغيروا؟ يعني شو النشاطات؟ كل سنة عم نعمل شيء جديد. إن شاء الله السنة الجاية نشوف، يمكن نوسع أكثر، يمكن نعمل فكرة تانية. المبدأ هو أن نضوي على عيد الأبجدية ونضوي على عيد أهميته، أهمية الحرف خصوصا انه ما عندنا جبال، وهذا الشيء بنفتخر فيه نحن واكيد بنشوف حالنا فيه. يعني اليوم صاروا اللبنانيين على علم بعيد الابجديه؟ يعني في معرفه عند الناس ولا بعدها جديده عم تشتغلوا على الموضوع يمكن تطلعوا اكثر؟ لا شوي وشوي اكيد، يعني هالسنه مش مثل قبل ومش مثل قبل ومش مثل قبل، كل سنه احسن من سنه، وان شاء الله اكيد سنه ورا سنه بيتضوى على العيد اكثر واكثر خصوصا عالميا. وهلا بنوجه لكم تحيه تليليبون، اذاعه
تلفزيون لبنان انه هيدي اذاعتنا. وبنوجه تحية لكل الاعلام حتى يهتموا بهالامور الثقافيه والمهمه جدا. اكيد بالنسبه لطبعا النادي عنده هيئه اداريه وفي مجموعه من الاشخاص عم يشتغلوا، كيف عم بيكون الشغل مع على الارض؟ نحن كلجنه اداريه عندنا لجنه ثانيه هي لجنه مساعده للجنه الاداريه، عم نقسم هالشغل لانه بتعرفي عنا عدة احتفالات وعدة بروجيات حطينا براسنا. عم نقسم هالشغل على لجان، كل لجنة بتهتم بدومين معين، مثلا لجنة بالأبجدية، لجنة بالسبور، لجنة بالإنماء، لجنة بالإنشاءات، كل لجنة مهتمة بشي. هيك تنقسم الدور على الكل لانه كل واحد فعال ضمن دومينه، وهيك تما كمان ناخد من وقت الكل بحي الله شي. لا هيك بتتقسم فعليا على الكل، والحمد لله عنا من خيرة الشباب حدي وحد النادي. جبال معروفة بمهرجاناتها، كمان عيد الزهور بيصير بجبال، يوم كيف كنادي بتشاركوا بنجاح أيضا هالمهرجانات أو هالاحتفالات بالتحديد؟ هل لكم دور بنجاح المهرجانات أو بالعمل عليها؟ نحن كنادي فينيقيا رجع ثابت يمكن، بس نحن كمان باز كمان ببلدية جبال. يعني كل الشباب مني وجر كلنا تتساعد، حد رئيس البلدية أكيد وحد المجلس البلدي، وعم نتعاون بإنجاح عدة أمور، وحد أيضا السيدة لطيفة اللئيس رئيسة المهرجانات أيضا اللي طبيعي تعمل شغل رائع من سنة لسنة. كلنا عم نكمل رسالة جبال ورسالة الفن ورسالة التراث بجبال بقى وجباتنا، عم نكون نحن داخلين بكل حد بكل شيء عم بيصير. يعني شو قوتنا هو انه بتجيش لاي مهرجان لاي ايفنت انه نكون واقفين حد هالايفنت ونشتغله، هيك فينا نساعد اكيد. هل في شروط للاشتراك بنادي فينيقيا؟ اكيد بده يكون ضمن الرعيه، يعني ضمن جبال، وبده يكون له يعني تيكون باللجنه، اكيد بده يكون صار له وقت منتسب لهالنادي. هيا بس أكثر من هيك والعكس، أهلا وسهلا بالكل. نعم، شو بتوجه رسالة لكل شباب جبال، شو بتقلهم اليوم؟ أنا بحب أتشكرهم كلهم لأنه واقفين كان حد النادي وكان حد البلدية وكان حد كل الأندية حتى، لأنه هاي الرسالة الرسالة الاجتماعية بتبلش منا ومن كل شاب ومن كل صبية قادر يعطي ضمن قدراته. نتشكرهم أكيد بوقفتهم حدنا وبمساهمتهم المعنوية والمادية مع النادي. يعني نحن نتمنى لكم كل التوفيق استاذ ناجي صادق رئيس نادي فينيقيا جبال، وان شاء الله مسابقه الاملاء تكون ناجحه. ميرسي، اهلا وسهلا. ثانك يو، ميرسي لك على وجودك معنا. ثانك يو. مشاهدينا، من هالمقابلة مننتقل أيضا إلى تقرير اليوم. العازف أفو ديمرجان أطلق ألبوم جديد تحت عنوان إبيزود بمحترف أرت لونج. تنعرف تفاصيل أكثر عن هيدا الحدث مننتقل لنشوف سوا هيدا التقرير. اسمي عبو ديمير جيران، صلي تقريبا 25 عام بعزف على الفيولون الكتريك. بلشت انا وكنت 5 سنين، بلشت على الفيولون اكوستيك، بعدين مع الوقت كنت عم بدي شوية جيتار شوية درامز، قلت انه خلينا، وكنت عم بسمع كثير على ميتال روك، فهونيك انطلقت على الفيولون الكتريك. وكان عمري 15 سنة أنا، وانت من وقتها كنت عم بلش اعزف، كنت عم بدي على الفيولون الكتريك، وصلي تقريبا 10 سنين 15 سنة هلا عم اشتغل على البروجي لحالي، وهلا في ألبوم عم اشتغلنا عليه سجلناه بنيويورك، وان شاء الله بده يطلع بعد شهر ونص شهرين. ا
انا كنت عم بعزف مع فرقه اسمها ايبيزود، انا اللي جمعت الميوزيشنز اللي كانوا معي. كان اسمها ايبيزود، دقينا 4-5 سنين مع سوا، عملنا يمكن شيء 30 فوق 30 كونسرات سوا بلبنان. وبعدين قلت كان في معي جون لحام كان يقبل اسالي على الدرمز وعلى البيس، بس مع الوقت قلت انه خلينا نعمل كارير لحالي، وكملت الكارير تبعي لحالي وهلا عم بعزف لحالي وعم بشتغل على الالبوم. بس اذا بدك كان عندي سنتيمون داتاشمون على الاسم الابيزود، كمان هيك سميت الالبوم ابيزود. هلا بخصوص الالبوم، تقريبا صار لي 4-5 سنين عم بشتغل عليه. هي 7 tracks. الالبوم عم بطريقة العام إذا بدك عم تحكي عن الحياة from birth till death، وكل تراك تحكي عن عمر معين، يكون الطفولة، يكون الموت، يكون العشرينات وإلى آخره. الفيديو كليب أول شيء تصور بلبنان بشركة اسمها دام كوستيل. الدايركشن كان very steampunk very industrial إذا بدك، كان بعنبر، كان في حديد حوالي. والبرودكشن من شركة اسمها Global Films، الديركتور كان لوتيسي عطار، دي او بي يعني دايركتور فوتوغرافي، كان حدا اسمه ادم هول، هو كان عم بيقول دي او بي تبع فرقة كتير معروفة بيورك. والفيديو كليب تحكي عن فيديو كليب لغنية اسمها I am Divine، هي السنجل تبع الالبوم تبعي. عم نحضر الكونسير هلا في 15 ابريل، حيكون اول شيء لونش تبع الالبوم تبعي. ومن ناحية تانية عم نشجع association اسمها AGBU Armenian General Benevolent Union، هي جمعية خيرية بتساعد الأرمن بلبنان وأكيد بالعالم كله. فالأول كولكشن will go to this association. تعلق بكل صراحة بعتقد إنه في غنية من الأغاني من الألبوم فيها إذا بدك شوية Armenian direction، إذا بدك بغنية من الأغاني اللي عندي بالألبوم. بس أكيد بالمستقبل على بروجي تانية يمكن أكيد بدي فوت بتفاصيل أكتر على Origins تبعي. إن شاء الله بشوفكم 15 أبريل على الكونسير تبعي، وإن شاء الله تكون وقتها كمان. عودي لكم مشاهدينا، عم نتابع نحن وياكم صباح لبنان وين ما كنتوا عم تتابعونا، ولكل اللي انضموا لنا بهذا الوقت دائما بنرحب فيكم على امل تكونوا عم تستفيدوا وايضا تستمتعوا برفقتنا. فقرات عديده مثل ما تعودتوا يوميا بصباح لبنان، ونحن وياكم دائما على موعد مع نصائح غذائيه متعدده مختلفه وغنيه ايضا، والى فقره نوتريسيون. اختصاصية التغذية مايا نحول، صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. كيفك جو؟ شو الابتسامة الحلوة؟ ميرسي بوجودك. كل شيء منيح؟ تمام تمام. شو عندنا مايا اليوم؟ شو رح تحضري اليوم؟ بدنا نعمل تشيبس. مين ما بحب تشيبس؟ مين على كل هيك اول ما يبلش اكل بحط شوية تشيبس؟ بكون مستعجل بيفتح كيس تشيبس بده ياكله. اليوم رح نعمل تشيبس صحي جلوتين فري، لانه عم نستعمل كينوا ما فيها جلوتين. اذا بدك مي قبل ما بلش نقول شو رح نستعمل، خلينا نقول للناس انه كل اللي عبالهم يتصلوا فينا عبالهم يسالوا مي عن اي موضوع خاصه بالتغذيه، بتسالوه عن التشيبس، اذا بدكم كل هذه المواضيع رح يقطع الرقم على اسفل الشاشه اللي من خلاله بنتواصل نحن وياكم. 01-788-788-800 هو الرقم اللي من خلاله نحن وياكم بنتواصل لدائما تسالوا مي عن اي سؤال بيخطر ببالكم. وهلا نرجع للتشيبس. اوكي،
الشيبس ما يعني الشيبس اللي احنا عادة معودين عليه عادة اللي معودين عليه وفينا نحن ننكهه اكيد بطريقة التحضير. هلا بنشوف كيف بملح بخل حيلا نوع بهارات بنحبها يعني تشيز حتى بابريكا كل هولة ومثل ما قلنا عم نستعمل كينوا طريقة كتير هينة يعني ما بدها شغل ولا شيء. هلا رح فرجيكم كيف رح نعمل معه سالسا اللي هي البصل بندورة اللي بنشتريها جاهزة كمان رح تحضريها رح نحضرها كتير سريعة التحضير ما بدها شيء وما فيها أبدا يعني كتير قليلة بالكالوريز أحسن مع أنه نجيب الصوص التشادر مثلا أو هالقصص اللي فيها نجيب أنا بشك كالوريز. بال يعني بالإنجريديان بكون حاطينهم على على العلبة أوقات بحس إنه في أشياء زيادة ما بيقولولنا عنها يعني بحس دائما بالمكونات أيامات مثلا في أنواع مثل حتى محافظة تحافظ على مدة أطول على البندورة وهيك بيبقى فيها قصص أكتر بيبقى منزاد لها مثلا سكر شوي أكتر كرمال ما تنتزع دائما بيزيدوا يا ملح يا سكر حتى يداين الأكل أكتر فأكيد هون ناتشورال عم بتكون. شو رح بس نحن شو بدنا رح اقول لك كيف رح نعمل التشيبس. انا بس بدي كينوا. اوكي الكينوا مثل ما هو. انت لكم شخص عم تعملي بهيدي الكميه مايا؟ هيدا نص كبايه بتعملنا تقريبا كانه كيس تشيبس كبير. هيدا الكميه وكيس تشيبس الصغير من الكينوا قديش فيه كالوري يعني قديش لكم شخص هي هالنص كبايه فيها 220 كالوري. اوكي الكبير يعني اذا نص 100 110 يعني لو بتعملنا كيس فينا نحطه على طاوله اذا احنا قبل ما نبلش قبل ما نبلش عشاء او غدا ولا اخري فيكون كلنا عم نتقاسم وبالتالي ما بيطلع لنا كثير كالوريز يعني بيكون الكالوري كثير 100% اكيد كثير واطي. مثل ما قلنا هي ما بدنا نسلقها مثل ما هي بس بدنا نغسلها. أوكي. ليه؟ لانه اهم شيء انه نغسلها كم مره شوي حتى ما تطلع مره من بعد ما نطبخها. فانا هون بدي مثل ما قلت ناشفين بغسلهم بعدين بدي احطهم بالمقلي حتى يتحمصوا شوي تطلع هيك ريحه التحميص تبعهم مثل ما بنحمص تبع الزعتر السمسم. ايه 100% خلينا نقول احوال الكينوا عنده كثير فوائد مايا هيك صح. الناس اللي عبالهم يعرفوا عن فوائد الكينوا فيهم يتواصلوا معك على 01 800 لحتى تسألوا مايا أي سؤال عم ذكركم. لكن هذا الكينوا مثل ما قلنا جلوتين فري يعني للأشخاص ولا اللي النار مايا للأشخاص اللي ما فيهم ياخذوا جلوتين ما بهم للأشخاص اللي ما فيهم ياخذوا جلوتين بيكون هيدا بديل أكيد 100% وهلا التشيبس العادي ما فيه جلوتين لأنه معمول من بطاطا البطاطا ما فيها بس كمان هيدا صحي منه مقلي حتى لو كتبوا لنا بيكت على الكيس التشيبس يعني مش شوي بضل فيه كالوريز كتير فهو اللي غسلناه هون وبدنا نحطهم بس حتى يصيروا عنا محمصين دقيقتين تقريبا مثل السمسم نفس الشيء كيف محمص السمسم مظبوط لونه ما كتير بيتغير بس بنشم الريحة وبعدين شو بدنا نعمل انا حتى ما اعملهم على البلندر لانه بدهم تقريبا 5 دقائق فرد سحبه طحن على البلندر فطحناه هون بعد ما نكون حمصناه هون نطحنهم بالبلندر بنضيف لهم مي بنضيف لهم هيدا نص كبايه بنضيف لها تقريبا نص كبايه مي بنزيد المي شوي شوي لحد ما يصير في عنا معجون على هالشكل. اوكي لكن بنضيف مي لحتى يصيروا عجينه هيك لك كيف عم بينزلوا هيدي هي بتنطحن يعني على الاخر هيدي هي اللي بدنا نمدها بالصينيه حتى نشويها. اوكي لكن هون احنا مش بحاجه هون على ال... لا لا بس عم نفرجي كيف رح نفرجي كيف لما ياخذوا اللون او يصيروا لازم يخلصوا كيف بيكون شكله مزبوط. فمثل ما قلنا هون على البلندر اللي بنعمل فيها كوكتيل يعني اللي شفرتها صغيره بنحطهم مع ربع كبايه مي وشوي شوي بنصير نزيد المي على قد ما نحن بدنا يعني تنوصل للتكستور اللي هيدي هي شفناها مثل عجينه بعدين بدنا نحطهم بكون حامين فرن 250 درجه بده يكون وكثير بينطبخوا بسرعه يعني بدنا ننتبه انه ديركت يعني نضل واقفين بوجه الفرن ما بلش تطلع الريحه مايا ايه هيدي الريحه اللي بدنا اياها وقتها نشمها بنطفي. هلا انا هدول راح احطهم بالصينيه اوكي وبنعمل ساعتها الصلصه الصينيه يا اما بنحط فيها ورق الشمع واكس بيبر او الورق الالومنيوم هيدا وبنمدها فيها فينا بس هيك نمسحها بشوي زيت انا بس هيك رشيت عليها زيت رشت زيت على الخفير صح وبنحطها صورة انا وصلت الريحه لعندي ماشي الحال رنا ما بتحب الشيبس بكل الاحوال لا ابدا ايه ما حدا بحب الشيبس اوكي بعدين بهيك بسباتول او حيلا ملعقه بنملسهم فينا نرققهم قد ما بدنا يعني تقريبا سماكه اقل شوي من نص سنتيمتر وهيك بنملسهم بيطلعوا لنا صينيه يعني كل نص كبايه بتعمل لنا مثل ما قلنا كيس. وهي هو الشيبس اللي نحن عاده موجود بالسوق من شو بيعملوا يعني شو هي المواد الاساسيه له؟
في حسب في منه يا اما بيكون بطاطا الباز تبعه يا اما بيكون درة. يا بطاطا يا درة الباز مزبوط. اكيد في مكونات ثانيه باقيه مزبوط اكيد بزيدوا له مضادات كرمال ليحافظوا عليه اكثر لما ينتزيع بزيدوا له اكيد حسب النكهات ملح في اشياء مثل اسمها مونوسوديوم جلوتاميت يعني بزيدوا له اياها هذه الماده ما انها كثير منيحه بتبقى مضافه هي مثل بريزرفاتيف يعني للاكل فمشان هيك افضل نكون عم نعملها نحن ناتشورال نعم هلا هيدا مزبوط في مواد مسرطنه موجوده بالشيبس الموجود بالسوق هيدا اللي بدي اقوله في تشيبس ايامات كثير بنشوف هيك على السوشيال ميديا عم بيطلع قصص عن انواع تشيبس معينه صحيح. بس هول الاشياء مزبوطه لانه ايامات بطريقه التحضير الاف دي اي او منظمه الصحه العالميه ايامات بتخلي المطاعم هول خلصوا هيدا اللون اللي بدنا اياه هيكون شكلهم هذا اللون اللي رح نوصله فينا هيدا اللون اللي رح نوصله رح نطفي النار كمان فبالمنظمه هيدا الصحه العالميه ايامات بتخلي المصانع تبع الاكل يحطوا شوي بالاكل مثل غازيدو للرمل زاز فيران كل هدول فيهم ينحطوا بكميه معينه مسموحين ينحطوا بالاكل فهول الشيبسات المسرطنه فيها من هدول اوكي طب بدنا ننتبه طب ما هيك بنعمله ناتشورال يعني كلنا ما حدا يعني اكون واقعي ما حدا كل الوقت يعني بده يقعد يحضر تشيبس لايت او تشيبس موجودين في منهم جاهزين في جاهز في جاهز طب كيف فينا نميز يعني اليوم كيف فينا نميز بين المنيح والسيء الموجود بالسوق لانه يعني في عملية غش كمان للتسويق والتجارة موجودة مزبوط هلا فينا يا اما نقرا انا عم بحط هون ملح خلطة ملح أوكي. مع بهار مع هذا اوريجانو حتى ننكهها يعني حتى بس نكهة. فينا نحط النكهة اللي بدنا اياها يعني فينا نحط بابريكا حار مزبوط فبس هيك حتى ننكهها مخرج قاعد بحضر على باله حار يا ريت حار؟ ايه في عندك حار هلا بس يخلصوا فينا نرجع نغش لهم وقتها نخلطهم فهيدا بدنا نحطها بالفرن اوكي تقريبا هي بدها 10 دقائق ماكسيموم على 250 مزبوط اول 5 دقائق بتبقى بتقبع وبتبقى طريه شوي فينا نشيلها نقصها الشكل اللي بدنا اياه او فينا نخليها كل ال 10 دقائق وبعدين نكسرها بايدنا أوكي. انا هلا رح احطها بالفرن رح نفرجيها كيف رح تكون جاهزه وبهذا الوقت رح تبلشي تحضري الصوص صح مزبوط اوكي للصوص في عنا بصل تقريبا هون بصل صغيره انا قصيتها قبل حتى ما نبكي كم شوي مايا مزبوط فقصيناها وبدنا معها بندوره اوكي قديش بصله وحده عنا مايا هيدي بصله مزبوط بصله ويعني لكل بصله رح تحطي حبتين بندوره ولا لا لا مش ضروري فينا قد ما بنحب نحن انا رح احط حبه وحده لانه رح اقصها كثير صغيره اوكي ورح نحط معها حامض وكزبره اوكي وبس فينا بس. يعني شوية ملح المخلوط هيدا اللي استعملناه هذا مي هيدا مي هيدا يلي استعملناه بدنا نستعمله لنطحن الكينوا فمثل ما كنت عم بقول لك جو انه نحن كيف بدنا نميز في هلا صار بالمحلات اللي بنجيب فيها اورجانيك اساس الاكل الصحية اوكي في تشيبس على كينوا في تشيبس على عدس عم بيعملوا حتى انه في تشيبس على خضرة يعني معمول من ال باذنجان معمول صح. من البروكولي معمول من الشمندر بس بدنا ننتبه انه في محلات ببيعون مقليين بدنا نسال تنجيبه نحن مشوي نعم وهيك بنميز او بدنا نطلع على الانجريدينتس من ورا يعني المكتوبين وعلى هالاساس بننقي القصص اللي قد ما فيها تكون انه ناتشورال او بيبقى عليها مكتوب بيو او اورجانيك نعم يعني تكون اشياء طبيعيه اكثر اكثر واكثر مايا يعني بتعرفي قربت الصيفيه وكل الناس بدها تعمل دايت ودايت بسرعه يعني الناس بتفيق على حالها هلا بهذا الشهر مزبوط. او باخر هلا هذا الشهر بترجع الناس بتفيق انه لا لازم كم كيلو ينزلوا في بحر وفي صيفيه والى اخره صح والناس بتروح لاشياء سريعه بتعرفي يعني نحن بطبيعتنا ما بنحب الاشياء اللي بتطول مع انه الدايت اللي بيطول لا يعطي نتيجه بضاين اكثر مزبوط. بس ما حدا منا في ينطط نكون واضحين يعني الناس بدها شيء سريع ونسمع كثير اليوم انه الناس بتروح للبروتين دايت لانه هو من اسرع يعني الانظمه الغذائيه اللي بتخفض وزن بسرعه بدي اياك تفسر لنا شو يعني بروتين دايت وكل حدا في ياخذ بروتين دايت ولا كيف هو الموضوع هلا مثل ما قالت جو انه العالم بدها شيء بسرعه بتعطيكي كاسه اكبر ايه هلا بدي بليز اعطيني اذا بدك العالم بدها كل شيء بسرعه بس كل شيء بيجي بسرعه بروح بسرعه هلا البروتين دايت واحدة من الدايتس اللي بيستعملوها كرمال يضعفوا وزن على السريع
المنيح فيها انه اوكي ما عم ناخذ مثلا ما عم نعمل ديتوكس بس يعني فواكه وخضره، المنيح فيها انه عم ناخذ بروتين كرمال العضلات نحافظ عليهم. بس اصلا بروتين دايت شو يعني؟ يعني عم ناخذ كل الوقت اشياء بروتين يعني كل وقت الدجاج مثلا؟ عم ناخذ كل شيء بروتين مثل الدجاج سمك ستيك. عم ناخذ مع دهون يلي هن مثلا بينات باتر افوكا جوز لوز كل هالقصص زيت زيتون. وما عم ناخذ معها اذا كثير قاسي ما بناخذ معها حتى فواكه ولا خضره. واذا عاده انه خفيفه شوي بناخذ معها فواكه وخضره بس ما بناخذ كل شيء نشويات يعني خبز كل شيء خبز ومشتقاته كله من بعد عنه ما بناخذ. كمان ناس يعني بتسال شو بنتروق بالبروتين دايت وشو بنتغدى؟ ترويق بيض. ترويق اكثر شيء بتكون عباره عن بيض بيض مسلوق و... ما بهم. فيكم مقلي؟ في شيء عم بيرن عم بشرقت؟ لا لا هذا الفرن مش حاله؟ ايه ايامات بكون لانه في زيت فبتحط يعني زيت على البيض ما بهم. اوكي لكنها ترويقه بيض اذا عم نحكي مزبوط. ايام كمان فيها تكون ترويقه حبش، فيها تكون جبنه لبنه بكميات قليله جبنه ولبنه لانه اذا كانت كثير اكستريم ما بقى يعني بدنا ناخذ حتى جبنه ولبنه لانه فيهم شويه سكر. وعم نحكي عن جبنه ولبنه زيرو فات صح؟ مش ضروري لا لانه ايام هون الفرق ما ها هي ليش؟ لانه اذا حدا كان عنده كوليسترول الجبنه واللبنه فيها كوليسترول بياخذها زيرو فات كرمال يخفف الكوليسترول يعني تقريبا بتفرق 60 مره الكوليسترول بالجبنه العاده او باللبنه العاده. أوكي. اذا كان حدا ما بيشي فيه ياخذها فول فات لانه بكون البروتين دايت اللي عم بيعملها او الكيتو دايت بحق له ياخذ فيها كل الدهون يلي هو بده اياها. لكن الترويقة فيها تنوع بين حبش بين حبش جبنة لبنة مزبوط بكميات بكميات صغيرة بعتقد. لا اوقات ما هون كمان بتفرق هون بيرجع لكل شخص لهو شو بده لهو كمان حسب ايامات بروتين دايت بيقولوا لك انه بتاكل كل الكمية اللي بدك اياها بس انه بتبتعد عن قصص معينة. نعم. وكمان في كتير اشخاص اذا كانوا كتير اكستريم حتى بياخذوا تونه على الترويقه يعني صح. كل شيء بروتين الناس اللي بتعمل جيم بتقدر يعني معودي على هذا النمط. بدي اذا بدي كمل انا ياكل البروتين دايت ما هيك نفصله. اخذنا الترويقه اللي حكينا عنها فينا ناخذ اكيد سناك. اكيد عم بيقعد على الصبح فينا ناخذ حليب كوبايه حليب او نسكافيه ولا لا؟ بلاك كوفي بلاك كوفي يعني أوكي. قهوة سادة أوكي. بعدين فينا ناخد سناك مثلا عبارة عن كمشي جوز لوز أفوكا يمكن أوكي. أو بينات باتر مثلا وكل واحدة بيكون ناي أكيد. جوز ولوز أكيد أكيد مش المقلية ولا البزورات أوكي. يعني كل شيء ناي مكسرات ناية. بعدين الغداء بيكون عبارة عن يا أما ستيك يا سمك يا دجاج فينا نعم. إذا بدنا شوية سلات صغيرة مع مثلا عدة زيت زيتون نرجع العشاء زيت الشيء نعم. او تونه مثلا او كمان يمكن بيض يرجع هيدا للغدا للغدا رح تابع انا وياك وشوف شو معقول ناخذ سناك بعد الظهر وعشاء. بس عنا اتصال اول لليوم. صباح الخير. الو 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 صباح الخير. الو بونجور صباح الخير. بونجور مين معنا؟ كيفكم؟ اهلا وسهلا. يسعد صباحكم هالحلو. صباحك الله يخليك. بس انا بدي اسال اذا بتريد دموزيل مثلا هلا انا عم بعمل حميه مش كتير قويه انا لان عندي ضغط عم خفف شوي الاكل بس بدي اسالها بالنسبه للتوست كم قطعه توست فيني مثلا اخذ على الترويقه؟ اوكي اذا نعم. بتريدي اهلا وسهلا فيك ونهار سعيد لكم كمان. ميرسي كثير كلكم ذوق. اهلا وسهلا. لكنها ميه التوست شو هذا التوست هي هلا اكيد لانه عندها ضغط احسن انه تجيب القصص بلا ملح. الملح ما بيسبب ضغط بس هو عامل زايد احسن نخففه اذا كان عندنا ضغط. التوست ثلاثه قطع بس هي توست يعني في اكثر من توست هلا اسمر ابيض ما بهم بس هي بالكاتبه افضل تجيبه بلا ملح. أوكي. والتوست في كثير اشخاص بغلطوا بفكروا التوست الطاغي لا أوكي. التوست اللي بيقرش يعني أوكي. اذا فينا نسميه مزبوط المحمص هذاك باندومي لانه باندومي اثنين فيك تاخذه توست ثلاثه رايس كيك كمان ثلاثه خبز ابعى صغيره مثلا هذا على الترويقه او على العشاء ذات الكميه ما في مشكله. لكن الترويقه وغدا فيها تاخذ ثلاثه توست وباندومي بدها تاخذ قطعتين وخبز مزبوط ابعى صغيره يعني واحده من هدول. اوكي وكمان ما بهم اذا على العشاء اخذت ذات الكميه عظيم. يعني كمان يا توست يا هيك كل يوم فيها تنوع فيها تنوع بهالكمية. في توست اليوم بالشوفان تنصحي فيه؟ ايه اكيد كثير كثير طيب بكل كل شيء من هدول القصص يعني كان غايس كيك كان توست كل نعم. حتى الخبز عم نحكي تقريبا بالقطعه تبع التوست او الغايس كيك في عنا نعم. بتتراوح يعني بين ال 25 وال 40 كالوري. نعم للتشيب الجاهزه؟ للتشيب صحن فرجيه الجاهزه. هلا فينا نرققها. انا هون مثلا حمصتها وما كسرتها قبل سامع. اوكي
منكسرها هيك بايدنا. كيف طلعت الطعمه؟ هيدي على ملح منا منكهه. هلا فيك تقصقصها مثل ما قلت قبل، هي وعجينه شوي كرمال تصير اللي بدنا اياه. مزبوط، وهيك هلا بايدنا بنعملها. كثير طيبه بكل الاحوال، ما بتحس انه كينوا يعني بالمية. مثل كانك محمص تورتيا او خبز 100%. مزبوط. وبتحط حدا الصلصه. هذا كان موضوعنا لليوم، حدا الصلصه كثير طيبين الصفتين. بركي جمعه جاي بنكمل للناس كيف فيهم يعملوا اكثر كمان بروتين دايت، وبنحكي اذا فينا ناخذ اشياء مقليه ولا لا بالبروتين دايت. اكيد. وبنحكي مركز اكثر شو هي المشاوي والادويه، لانه كثير للاسف اخصائيين تغذيه بيعطوا ادويه وهذا الشيء غلط. نحن يعني مزبوط انه نحن نتعامل مع الحكيم، بس نحن ما بحق لنا نوصف دواء. كل اخصائي التغذيه بتعطي دواء ما لازم، انا بنظري الوحده لسه اشيهم قبل ما انهي. يعني رحتي على الدواء، كثير بينصحوا بالالكارنتين كثير مؤخرا ينصح فيها، وخاصه الناس اللي عم تعمل دايت وعم تعمل خليني اقول اليبتيكال وكل شيء سبور قبل. صح. يعني سبور اللي هو بيحرق، يعني مزبوط. بيحرق كالوريز. فليش بتنصحي فعلا الناس قبل ما تروح على سبور؟ طيبين وحرحرت انا من ورا المخرج تاخذ الكارنتين او اي شيء ثاني. هلا الكارنتين هو ما بنسميه دواء، هو فات ترانسبورتر. اوكي. ترانسبورتر بالتحديد، ما بيحرق فات، بيحمل الفات وبياخذها حتى تنحرق. بس طبعا بياخذها على اي منطقه؟ بياخذها على جنوب. لا عم على جنوب بياخذها على نروح عجنوب. لا هو بياخذها على الخلايا يلي هي بتخلينا تحرق الكالوريز حتى نحن تعطينا الطاقه. مشان هيك كثير في اشخاص بفكروا انه الالكارنيتين هو بيحرق الدهون، هو لا، بيساعد وبيسرع عمليه حرق الدهون. نعم. ففي اشخاص بياخذوه بيكونوا عم بتمرنوا بكميات قليله، ما في مشكل اذا أوكي. عم بيتابعون كوتش او اخصائي تغذيه او حكيم. بس وقت نحن نحكي عن ادويه، نحكي عن مثلا ادويه بتنعطى للسكري للاسف. صح. حتى يضعفوا ادويه حتى يخسروا مي، هدول كلهم منهم منيح. وهول حكيمة التغذية اصلا يمكن ما فيها توصفهم لانه مش حكيمة لبنانية. ما فيها حتى تعطي غشتة. نعم. ولا وصفة ولا شيء. الموضوع كبير، رح نرجع نتابعه نحن وياك، فعلا كثير مهم هذا الموضوع، بحلقة ثانية ان شاء الله ايضا كمان مع شي جيل بتكوني عم تحضري لها. انا بدي اقول لك ايمتى رح نرجع نشوفك؟ تنن. الله تنن. فبون ويكند من هلا. ميرسي للكل. يلا ثانك يو لك. ميرسي جو. مشاهدينا عم نتابع نحن وياكم بصفحيتنا لليوم سوا، رح نرجع نصبح على زميلتنا رنا. صباح الخير رنا. هاي جو، عن جديد. تمام. كيف كان الوضع عندكم؟ يعني التشيبس كثير طيب، فهلا بنشلك شوي مطاطا لهم، مش مثلك انا لما تكوني بالمطبخ ما بتخلي شيء رنا. خلص رح بقى اترك لك. على كل حال جو، يعني دائما بنسعى ليكون شكلنا افضل، دائما بنسعى لنعمل حميات غذائيه ونحافظ على وزننا، بس اوقات لما يكون عندنا بعض العيوب بنقدر نظبطها ونعمل ريلوكينج. من هيك ما قلنا الا ساره كيروز تساعدنا بهذا الموضوع، اليوم رح نشوف شو محضرتنا بهذا التقرير. Club rocker, flow rider, eat up. She's moving like oh 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 oh. She's moving like oh 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 oh. She's moving like oh 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 oh. She's moving like مشاهدينا، هاي حلقة جديدة من بلوكينج بتوكسيك كاكيك. لنكون عم نتعرف على our new guest. هاي أنابيل. هاي سارة، كيفك؟ طبعا انت كيف؟ طبعا الحمد لله. اول شيء تقولي لي انت ليه طلبتي تعملي بلوكينج؟ اوكي، انا كتير بحب الموضة وحابة استشير انه حدا بروفيشنال يقدر يساعدني تاخد اكتر ديتاي وانفورماسيون شو بيلبق لي للبودي تايب تبعي وعلى ماي سكين كولرز وهيك. بيرفكت، يعني هو الشيء اللي احنا عنده على الاكيد اليوم. خلينا نشوف اليوم شو بيلبق لك شيبس ليور بودي تايب وشو بيلبق لك كمان الوان فور يور سكين. اوكي بلاش. اوكي، فور يور بودي تايب، انت لانه سليم اتلتيك اللي هو احلى بودي تايب، يو شود بي هابي، لان هيدا عن جد احلى نوع بودي تايب اللي هو اتس فيري ايزي تو نلبس. بنفس الوقت في ناس ما بيقدروا هالبودي تايب وبيلبسوا قصص ما كثير بتبين قديش يكونوا سوبر سوبر سكسي بهذا البودي تايب. سو انت لإلك يسكن سليم اتلتيك، ويتش مينز انه نحن من فوق لتحت بنجي كايند اوف، ما في عنا ولا من لا مش ابل شيب، يعني ولا من فوق ناصحين ولا من تحت ناصحين. ممكن انت جايه توب موديل ويتش از فيري جود. هذا البودي تايب في له كمان ريسك اللي هو انه نحن نكون عم نلبس مثل ما كنت عم بقول لك قصص سوبر مونوكروميك، وقتها نعرف نلبس قصص كثير احلى. صح. So for your body type ولكل الاشخاص اللي هن سليم اتلتيك
محبس يكون عم نلبس قصص قصيره تنكون عم نفرجي لجنب، محبس يكون عم نلبس قصص فيها باترنز تنتي نعطي فوليوم شوي بس كنا احنا جايين ما في كثير فوليوم بجسمنا. وبنفس الوقت خلو نكون عم نلبس قصص كذا لاير، سو اذا انا لبست توب مع امتيد فيست مع قصص رافلز كل شيء فيه فوليوم بيطلع حلو لكم، تنظيك الى غير بادي تايب بيطلع منه حلو بنصح زياده. ان يور كيس فينا نكون عم نلبس هيك اوكي هيك كرمال الشيبس. وهذا الشيء رح نفرجيه نحن رح نشوفه سوا انا وياكي كسسوا بالدرس رح تشوفي شو الحلو بالفستان نلبسه. اذا مثلا بالشاق بنشوف كيف حلو يكون طول الشاق، اذا جينز رح نشوف كذا اوتفيت تشوفي انت مش بس بسهره شو بلبس كمان انا ديلي بيس لكل يوم اوكي. ناو رح نحكي عن يور سكن كولر لان كنا عم تقولي كمان بيهمك تعرفي شو الالوان الاحلى لك اوكي. فور يور بودي فور يور سوري سكن كولر الحلو تكوني عم تلبسي انت الوان اللي هي شوي وينتر لانه انت وينتر هوم بيس، لانه قوتك لونها فاتح كثير، لونها يونيك على اخضر ولون شعري كمان على بني غامق، دونك هودي بيطلعوا بالهوم بيس تبع الوينتر. وينتر مينز بيطلع لك الوان كلها من البينك للموف، كل التون تبع البينك، كل التون دو موف فيك تلبسيهم، البلو كمان فيك تلبسيه كثير، الجرين كمان، التوب فيك تلبسيه، وفيك تلبسي اللايت يلو مش يلو القوي الفاتح، والابيض اكيد والاسود هودي معظم العالم في بيلبسوهم. اوكي؟ نحن نكون عم نشوف هلا اوتفيت بتكون ضابطة على كل شيء حكينا سوا اوكي منبلش يلا اوكي رح نبلش ب لوك نمبر 1 اوكي اوكي سينس انت لابسه جينز ات مينز بتحب الجينز برتاح بالجينز لكل يوم بيرفكت رح نلاقي شيء يكون كومفورتبل الجينز بس نفس الوقت ستايلش وترندي ويعطيك لك جمال اكثر فور يور بودي تايب لانه الطريقه اللي لبستي فيها انت ما عم تعطي كثير شيب حلوه لجسم عم تفرجيها بلوك صح مش من هون مش مضطرين ولا لبستي كمان شوي لقلاج دونك نحن فينا نكون عم نظبط هذا الشيء. سو اللي رح نعمله رح ننقي جينز هيطلع كثير حلو أوكي. نفس الوقت فيها لي ديزاين دونك منه عادي غيوف حلوين غيوف ولا والغيوف كثير ضابطه فور سومر سليم اثليتيك نفس الوقت القط تبع الجينز شوي بول فريند دونك تعطيك الفوليوم حلو ما من فوق طبعا بس كمان واسع العكس اللي كنت هلا لبستيه رح نلبس بالعكس شيء على قد الجسم اللي هو كروب توب من اللون اللي هو بيلبق لك لانه بالكولر بيز قلنا بالهوم بيز تبعي بيلبق لك الالوان اللي هي بيربل وبلو هول الالوان اللي بقول لك سو بنلبسها لانه بتطلع حلوه ريفلكشن على وجهي ومعت مثل ما كنا نقول حلو نعطي فوليوم للسليم اثليتيك بيرسون رح نلبس انجيلي لان كمان على الموضه دائما بنجرب ننقي قصص تكون على الموضه بنفس الوقت تلبق لنا مش بس تكون على الموضه دونك هذا الجيلي مع الديفرنت اذا بدك اللايرز تبعه والطول الديفرنت ومن ورا هيك رح تطلع بتعقد تعطي فوليوم معه اكزاكتلي من قيسها من قيسها مع شوسيغ نوار اوكي وسمعت انه على الموضه البلو مع النوار صح؟ سو اكزاكتلي بنلبس ready yes يلا اسكي واو شوفي انت حلو so nice كثير حلوين جانتا وبتكون عم زدلك في ديتاي رح نزيد عصات بس نكون عم نزيد بالاكسسوار اوكي دونك بيطلعوا كثير حلوين وما لهم ابدا شيء اوفر بالعكس وبس يكون عندنا ثلاث الوان هالقد واضحه مثل باللوك نحن نجي بالساك ما بنزيد لون كثير قوي بنروح على لون فوالا مثل غري او شامبان او البيج بنروح تنعمل بالانس ما بنزيد لون كثير قوي اوريدي عندك التوب قوي سو نو نزيد دي بوك دو غاي فينا نكون عم نزيد دي بوك دو غاي لانه في فلاورز على الجينز فينا نزيد دي بوك دو غاي مع فلاورز بقلبهم اكيد في يكون في ان كولور كم جبلون لانه منه شيء قوي في ان كولور تري نوتر دونك هذا الشيء ما بياثر على اللوك بنفس الوقت بيعطي جمال للتوتال لوك لاف ات لوك نمبر 2 هذا كان لوك انت كومفورتبل فيه بالجينز بدنا نشوف اذا وان وير ادريس شو بيطلع حلو كدريس قصير اوكي كدريس قصير محبذ للناس السليم اثليتيك يلبسوا قصص على قد الجسم اوكي يكون دريس كثير تايت لانه فيك تلبسي غيرك ما بيقدر ذيس از واي رح نجرب نحن هذا الدريس اللي هو ستيل افي ليجي بيجي كثير على قد الجسم وبنفس الوقت بيطلع بيرفكت فور يور بودي تايب اوكي اوكي معودك تلبسي هيك شيء
مش على طول لا على سهرات بس ترى هنجربه اوكي يلا ردي انا بال ردي يلا لتسي واو طلع حالي شفيك شوفي مزايا كيف وي واو وي بوكو بعقل كثير حلو اكزاكتلي كنا عم نقول ستيل الارفي لجي بالدرس بيجي بلاك هيك بيعطي جمال كثير للسلم اثلاتيك لانه بتعطي ان لين تري فين من فوق لتحت دائما انا بقول حلو نزيد اكسسوارز ذس از واي وقت تكون دريس هيك فور ايفنينج حلو نزيد باج كمان يكون حلو كلوت بس بالليل بنحط تون جولد لانه الدريس فيه جولد اذا كان دريس فيه مش جولد فينا نفوت بالوان كثير غير بس هون ان اور كيس فينا نكون هيك فيك تكوني عم تلبسي كمان على اصبعك ان باج رينج بيطلع كثير مهضوم كمان اذا عم نلبس جولد نلبس جولد كمان هلا انا دائما بحب زيد اذا ما حطينا نكلس وايرينج بنزيد كمان بريسلت اوكي يعني دائما ما نزيد كثير يعني مش بنحط البراسلي والباج والبودغاي ما بنزيدها كثير بهيك دريس لانه ردي في كثير جولد على كتافك وهون نوني نزيد شيء ثاني اتنو مع الباج والبراسلي ديجا عندك صوت اللوك اوكي اوكي سو ان غرو بنطلع على الفستان وحسب الفستان شو عنده بنزيد 100% اذا الفستان كان توتالي بلاك بنزيد له غير ستيل اكسسوارز اذا كان من فوق غير ستيل كمان بننتبه كيف بنزيد له الاكسسوارز ننتقل للوك نمبر 3 حبيت هذا اللوك كثير حبيته انا اي لاف ات هلا شفنا الجين شفنا كمان الدريس فبدنا نشوف هلا غير شيء اللي هو الشورت اوكي الشورت اللي يكون بالك لك هو ايفنشلي اكيد قصير بسكرت رجليك كثير حلوين ممكن نلبس هذا ستيل الشورت البينك انا نقيته لانه بينك وبلاك مع بعضهم في جاكيت لالون سو جاكيت لالون بتطلع بتعقد سو نقيت يكون بينك لانه بينك ما قلنا كنا عم نقول انه الوينتر هوم بيز بيبقى لون بينك ذس از واي جاكيت فيها بينك وبنفس الوقت انه يكونوا نفس النقشه بوث هذا شيء ما انه غلط لحدا سلم اثلاتيك لانه يعني بالعكس يو كان دو ذس حدا غير ما بيقدر يلبس نفس النقشه من فوق لتحت اوكي بنجربهم يلا ليتس جو يلا يلا اخر لوك هلا اوكي اوكي بعدها بيطلع عليك حبيبتيون وي كثير بيرفكت اوكي اخر لوك راح يكون ذا لونج دريس شفنا الغاب قصيره شفنا شورت شفنا جينز هلا غاب طويله اوكي اوكي الغاب الطويله راح تكون شوي غريبه راح تشوفي انه ماني معوده على هذا الشيء اللي هو راح يكون شوي قصيره شوي طويله اوكي اوكي هي بلاك بس فيها كمان قصص كالرفل بارت ايه هيدا الشيء رح يطلع بعقد هيدا كنا عم نحكي عنه انه وقت يكون حدا سلم اثلاتيك يكون في فوليوم لانه ما رح يطلع غلط بالعكس رح يطلع بيرفكت ومن فوق هيك وبيطلع نجرب؟ يلا ليتس جو واو ريد كاربت هذا كثير حلو اتس اميزينج عن جد صرتي خلص تاج ريدي للاوسكار بلشنا من اليوم من النهار للليل 100% شوي شوي صار عندك كل شيء لكل الايام هلا ليك شو فينا نزيد اكسسوارز لهيك دريس هو اذا ما عنده كثير شخصيه من ورا اكيد الفوليوم تبعه والالوان اوريدي اتس اميزينج يا فينا نزيد كوليه يكون هيك فونكي لانه هو كثير فونكي دريس بنكون عم نكون سوبر ترندي بالستيل الكوليه هون مثلا ستيل كاسات وفينا كمان نحط ديبوك دو غاي مثل انا قلت لك اياهم باندا بيطلعوا كثير مهضومين انا بحب انه نكون عم نزيد كذا شغله لنا اياها اياها بس كمان هو ذا اوبشن اوكي؟ وي تعمي؟ بوكو خلصنا ذا لوكين من عن توكسيك ناو جينا عن سمو مندلع تنشوف شو بدنا نعمل بالهير وميك اب لتسي ناو رح نشوف الميك اب يلا
هاي دانيال. هاي. صباح. اليوم بدنا نعمل لوكينج لانابيل تنبلش مع الميك اب مايك. اوكي. نعملها لانابيل شيء لايت يعني ديسكري لانه سنه صغير. نشتغلها شوي الجو نعطيهم هيك مثل 3 دايمنشن تلاقي المنخار ببين جالس اكثر صغير بس حطيه لغامق على الاطراف I was 13, I had my first love. There was nobody that compared to my baby and nobody came between us or could ever come above. She had me going crazy, oh I was starstruck. She woke me up daily, don't need no Starbucks. She made my heart pound. Thank you. المشكله اللي عندها شعرها اسم الله سميك وعبي بس بالقص القص هو مشكله عندنا لانه قطشه بدها شعرها طويل ثلاث اربع ست سبع قطشات او ديجرادي معمول بطريقه عشوائيه. هلا السبب هو انه بدها شعرها طويل بدها تعمل توشكي صح. عملت لها مكياج كثير سام كثير حلو كل يوم في الدار فيه حتى على المدرسه في الدار فيه او على الجامعة ما بيأثر جامعة ولا مدرسة. اوكي هلا اهم شيء حوقفي لا بلش اعمل لك الباز ما نرجعك توقف ترجع لعندي لورا علي علي مظبوط اردت كيس لأمان حط ايديك على الكيس ولا ما في شقفة قريبة من الثانية ما في شيء اسمه ماتيماتيك بقصة ولاحظتي مثل ما هي كأنها ظهرة من الحمام رح نخليها هيك مش ضروري ابدا تعمل برشنج بالجمعه ثلاث مرات تتكون مرتبه القصه لحالها بتكفي. خليها بينات اللي انا قد بحيه اطوار شفت الطوشة حلو ها صار عنا شو رأيك لاحظتي صار عندك اول شي ترتيب ترتب الراس هلأ منبلش نعمل عم بقلجي بدنا نصلح الغرة اللي مضروبة ما فيني أصر لك إياها كتير لاحظتي وجهك وحناكك بسم الله فور وجهك ليك هيك سباجولي لاحظتي إلا إذا بتعمل شيء عن نص يضلوا ينزل هيك شفتك كيف برملك وجهي مشاهدينا هذه كانت حلقة غلوكينج لليوم شفتوا كيف أنابيل تحولت معنا إذا بدكم تكونوا نيكس بليز تواصلوا معي على s.l.fashion@liban.com.lb hope to see you soon. لهون مشاهدينا منكون وصلنا لختام حلقتنا بنتمنى انكم اليوم تكونوا استمتعتوا معنا طبعا موعدنا بيرجع بيتجدد بكرة بنفس الوقت الساعة 9 الصبح كونوا على الموعد ونحن بنشوفكم باي باي. صباح لبنان.